بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي اعرفكم بنفسي الاول. انا اسمي مصطفى عبد القادر، خريج صيدله اسيوط 2010. 2015 الحمد لله بقيت بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشالست. يشرفني ان انا ابقى مع حضراتكم النهارده في اول محاضره في محاضرات كورس الفارماكولوجي. النهارده ان شاء الله هبقى هناخد كده انتروداكشن، الحاجات الجنرال، الحاجات العامه اللي ما ينفعش اي حد في حضراتكم يدخل يحاول يدرس الفارما الاول من غير ما يبقى عارف الحاجات دي. دي الاوفر فيو، ايه اللي حضرتك محتاج انك تعرفه في بدايه اي كورس فارما؟ اول حاجه السؤال المنطقي الاول، وات از فارماكولوجي؟ يعني ايه فارماكولوجي؟ الفارماكولوجي دي كلمه لاتينيه تنقسم الى شقين، فارماكوم يعني دواج، اولوجي يعني علم. ببساطه ابسط تعريف ليها علم الادويه. It is the science that dealing with drugs. طيب هل التعريف كده انتهى؟ هل التعريف كده كافي؟ السؤال المنطقي اللي بعد كده، ايه هو الدراجز؟ او ايه هو تعريف الدراج؟ هل اي كيميكال سبستنس زي ما هو كده مكتوب في التعريف اقدر اقول عليها ان هي دي دراج؟ الكيميكال سبستنسز فيها او ليها اشتراطات علشان اعرف اقول ان هي فعلا دي ينطبق عليها تعريف الدراج. اول حاجه interact with living systems. المقصود بانتراكت وذ ليفنج سيستمز ان هي تعمل ستيميوليشن او تعمل انهبيشن لسيرتن سيل فانكشنز. ان شاء الله رب العالمين النهارده هنتعرض شويه لبعض النقاط الاساسيه او المهمه جدا في كاينتكس. يعني ايه كاينتكس؟ كاينتكس دي كلمه مشتقه من الاصل اللاتيني كاينيزيس يعني موفمنت. ببساطه وات بادي داز تو ذا دراج، يعني حركه الدواء داخل الجسم، وايه الجسم تاثير الجسم على الدواء بتاعي ده. التأثير ده بيكون عبارة عن أربع حاجات نختصرهم في A, B, M, E. هي الأبسوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم، أند إكسكريشن. طيب الداينامكس، الشق الثاني عكس الكينيتكس أو المقابل للكينيتكس. هنا بقى تأثير الدواء نفسه على الجسم. What drug does to the body؟ وبنشوف التأثير ده من خلال حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى اللي هي الميكانيزم. يا ترى الدواء ده هيشتغل إزاي؟ هل هيعمل لك هيشتغل هيمسك مثلا في ريسبتور معين وهيقفله، ولا هل هيعمل ستيميوليشن لانزايم، ولا هل هيعمل انهبيشن لسيل فانكشن، ولا هيعمل ايه بالظبط؟ ده الميكانيزم اوف اكشن. والحاجه الثانيه اللي هي الايفكتس، سواء كانت ديزايربل تاثير مرغوب فيه، ولا انديزايربل تاثير غير مرغوب فيه، او سايد ايفكتس اللي احنا بنقول عليها ادفيرس ايفنتس او سايد ايفكتس. دي بقى الجزئيه دي اللي هتاخدنا لجزء الثيرابيوتكس او جزء الكلينيكال، لان في الثيرابيوتكس احنا بنعتمد على الديزايربل افكتس بتاعه الادويه اللي هي اليوزز او الانديكيشنز، دي بنعتبرها ضمن الديزايربل افكتس. والدوزنج كمان اعرف الدواء ده هيتاخد بجرعه قد ايه خلال فتره قد ايه، ده اسمها ثيرابيوتكس، ده علم الثيرابيوتكس او الكلينيكال فارماسي. والانديزايربل افكتس او اللي احنا سميناها ادفيرس ايفنتس او ادفيرس افكتس، دي احنا بناخد بالنا كويس جدا منها، لان دي تعتبر جزء من علم التوكسيكولوجي، ودي بنستفاد منها علشان نعرف نتفادى معظم المشاكل اللي ممكن تحصل من اي دواء عندي انا اديته. وممكن مثلا البيشنت بتاعي يبقى عنده كونترو اندكيشن، الكونترو اندكيشنز دي برضه مشتقاها من الاندزيربل افكتس. لما يبقى دواء على سبيل المثال يوطي لي الكالسيوم في جسم البني ادم، فطبيعي يبقى كونترو اندكيتد او ممنوع ان انا استخدمه في اي حد عنده حاله هايبوكالسيميا، يعني الكالسيوم عنده اوريدي ناقص. ما ينفعش ان انا ادي له دواء ثاني يعني يزود التونه بله كده من بره. طيب الفارماكوكينيتكس، البرنسبلز بتاعت اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، خلينا بقى نتكلم شويه كده على السكه او المسار بتاع الدواء. هنتكلم ان شاء الله بعدين النهارده محاضره النهارده على الاساسيات بتاعت الفارماكوكينيتكس. قلنا ان احنا بنختصرها في A, B, M, E. Absorption, Distribution, Metabolism and finally execution. يعني رحلة الأدوية، أو قلنا إن هي movements of drugs in the body or within the body. لما كده أنا على سبيل المثال محتاج إن أنا آخد أي دواء، وليكن دواء مسكن مثلا للصداع. الدواء ده بيمر بأربع مراحل. أول حاجة هو محتاج يحصل له absorption أو امتصاص من المكان اللي نزل فيه وهو المعدة على سبيل المثال بتاعنا. بعد ما يمتص الدواء ده من المعدة ويدخل يبتدي يتحرك يروح للبلاد سيركيليشن، ومنها هيروح للبادي تيشوز. البادي تيشوز بتاعت الجسم دي اللي بيروح لها الدواء بتكون ديفرنت تيشوز، من ضمنها اللي هي البريفيرد
الاكسس سايت او الاماكن اللي انا محتاج الدواء يروح عشان يشتغل عليها، ومن ضمنها كمان الاذر تيشوز اللي هي بيروح لها تاني ما كانش فيها مشكله بس الدواء كده كده هيروح لها، ومن هنا بتنشا موضوع السايد افكتس. طيب بعد كده اللي فاتت دي اسمها مرحله الديستريبيوشنز، ان هو يتحرك من البلاد سيركيوليشن ويطلع للبادي تيشوز، دي اسمها مرحله الديستريبيوشن او المرحله الثانيه في الفارماكوكينيتكس. طيب هل بعد كده الماده دي هتفضل قاعده في جسم طول عمرها؟ اكيد لا، اكيد الجسم هيبتدي يتعامل معاها. لما يتعامل معاها يعني يكسرها ويحولها الى ميتابولايتس، يحولها من ماده الى ماده ثانيه اسمها ميتابولايتس. بيكون الهدف الاساسي من العمليه دي انه يسهل خروج الدواء او الماده دي من الجسم. اخيرا الجسم بيتخلص من الدواء من خلال الكليه مثلا. الاكسكريشن اللي بيحصل مين اللي بيحصل عن طريق الكليه في صوره اليورين اللي بيخرج من جسم البني ادم، او من خلال الجلد عن طريق السويتش اللي بيطلع من الجلد، او من خلال الرئه عن طريق الزفير، او من خلال البايل بعد كده ينزل مع الفيست. دي عمليه الاكسكريشن. وبرضه عشان نرجع للميتابوليزم ما نبقاش سيبنا حاجه ورانا، مش تحت شرط كل الميتابوليزم عفوا او الباي ترانسفورميشن، هي ليها مصطلح ثاني لو شفتوها في بعض الكتب اسمها باي ترانسفورميشن، مش تحت شرط الباي ترانسفورميشن او الميتابوليزم يخلي لي الدواء بتاعي من يحوله من ماده فعاله يكسره الى ماده غير فعاله، لان في حاجات هنعرفها ان شاء الله بعد كده اسمها برو دراجز. البرو دراجز دي حاجات بتحتاج ان يحصل لها ميتابوليزم الاول قبل ما تبتدي تشتغل في الجسم. يعني الدواء اللي بيتاخد اللي البيشن بتاعي مثلا بياخده على سبيل المثال الاسبرين، الاسبرين ده يعتبر برو دراج. لما البني ادم ياخده عن طريق الفم ينزل المعده يحصل له ديستريبيوشن، بيعدي على الليفر، الليفر بيحصل له يبتدي يعمل له ميتابوليزم او باي ترانسفورميشن. الماده اللي بتطلع من الاسبرين دي اللي هي السلسليك اسيد، السلسليك اسيد هي الماده الفعاله بتاعتي. فمش تحت شرط وما تفهمش الجزئيه دي حصريا ان الليفر بيكسر الدواء يعني معنى كده انه بيخليه غير فعال، لا. البرو دراج بيبقى في الاساس بيتاخد غير فعال، ولما يدخل يحصل له ميتابوليزم او باي ترانسفورميشن ان الليفر يصبح ماده فعاله. طيب نكمل في الاي دي ام اي، ابسوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اند اكسكريشن. علشان اقول ان الدواء بتاعي ده حصل له ابسوربشن او الدواء ده بقى ابسوربت، لازم ينتقل من مكان لمكان، من السايت اوف ادمنستريشن الى السيستميك سيركيوليشن. ده الانتقال بتاعه من المكان اللي احنا عملنا فيه ابلكيشن للدواء، على سبيل المثال مثلا لو انا حطيت مرهم على جلدي ده اسمه سايت اوف ادمنستريشن او سايت اوف ابلكيشن. لو انا اخدت الدواء عن طريق الفم يبقى هو ده المعده هي السايت اوف ادمنستريشن. محتاج علشان الدواء بتاعي يبتدي يعمل افكت، يبتدي الرحله بتاعته خلال الجسم، لازم يحصل له ابسوربشن يعني ينتقل ويروح للسيستميك سيركيوليشن، المقصود بها البلاد والبلازما يعني. والموضوع ده زي ما قلنا بيعتمد على روت اوف ادمنستريشن اللي هنعرفها ان شاء الله في السلايدز اللي جايه على طول، لكن مهما اختلفت الروت يبقى الهدف واحد، هو اني اوصل للسيستميك سيركيليشن زي ما قلنا البلاد او البلازما. دي الخطوه الاولى بتاعت الابسوربشن. رقم اثنين زي ما قلنا في موضوع الديستريبيوشن، ان الدواء بيتحرك تاني من الدم او البلازما ويروح للانسجه او التارجت تيشوز اللي انا عايزها. وزي ما قلنا برضه ان هو مش بس بيروح للتارجت تيشوز، ده كمان بيوصل لمعظم التيشوز الموجوده في الجسم لغايه اما تنتهي الرحله بتاعته. ومن هنا زي ما اتكلمنا طالما تيشوز ثانيه راح لها الدواء ما كانش المفروض يروح لها، من هنا بتحصل موضوع السايد افكتس. بس خد بالك ان هنا في درجه من البالانس ما بين وجود الدواء في الدم او البلازما ووجوده في الانسجه، يعني هو مش بيسافر من السيستميك سيركيوليشن يعني من الدم ويروح يستقر في الانسجه، لا، دايما كده تلاقي في بالانس يعني بيروح ويجي، يعمل باوندنج مع البروتينز الموجوده في التيشوز او في السيلز، والكميه الفري اللي هي ما عملتش باوند او ما ارتبطتش بالبروتين ترجع تاني. فانت هتلاحظ ان في السطر الثاني في الديستريبيوشن معمول لك السهم رايح جاي، سيستميك سيركيوليشن تيشوز ما بينهم سهم رايح جاي، علشان بس يفكرك من الاكوليبريم ستيتس اللي موجوده او البالانس اللي موجود ما بين السيستميك سيركيوليشن وبين الاذر تيشوز. طيب الخطوه الثالثه اللي هي زي ما قلنا عليها الميتابوليزم او البايو ترانسفورميشن، الكبد هو المكان الرئيسي اللي بيحول الدواء من ماده لماده ثانيه، وبيكون الهدف الرئيسي زي ما قلنا من موضوع البايو ترانسفورميشن انه يسهل على الجسم التخلص من الماده دي عن طريق انه بيحولها لمواد بتدوب اكتر في الميه. ليه؟ لان المين سايت اوف اكسكريشن زي ما هنشوف في السطر الاخير كده اللي هو الكيدني، الكليه، والكليه دي بتحب الميه.
وبتخرج بس الادويه اللي بتدوب في الميه اكتر. اوكي؟ فالهدف الرئيسي زي ما قلنا من موضوع الميتابوليزم اللي بيحصل، بيحول الدواء من ماده لايبوفيليك يعني محبه للليبيدز وبتدوب في الليبيدز وفي الدهون الى هيدروفيليك سابستانسز. مواد بتحب الميه او بتدوب اكتر في الميه علشان خاطر يسهل الخروج بتاعها عن طريق الكليه على سبيل المثال. بس قلنا ان الكليه مش هي المكان الحصري اللي بيحصل فيه سيكويشن. علشان كده برضو ناخد بالنا كويس جدا، الناس اللي عندها مشاكل في الكليه، اللي عندها كيدني ديسفانكشن، كرونيك كيدني ديزيزز او اكيوت كيدني ديزيزز، اي مشكله بتخلي الكليه غير قادره على العمل بتاعها اللي هو الاكسكريشن اوف دراجز، لازم ناخد بالنا قوي من موضوع دوزنج دراجز. لازم ناخد بالي من الادويه اللي بتخرج في الاساس عن طريق الكليه، لان شخص زي كده ما ينفعش ان انا ادي له دواء ده، ما ينفعش ان انا ادي له الدواء ده، لان المفروض انا مستني الكليه تخرجه، بس الكليه تعبانه، الكليه مش هتقدر تخرجه. ايه اللي بيحصل ساعتها في الجسم؟ الدواء ده بيتراكم وبيؤدي الى توكسيستي. الدواء انت بتفضل تدي البيشنتس ياخد حبايه ورا الثانيه ورا الثالثه، الحبايه الاولى اساسا لسه ما خرجتش من الجسم، فالثانيه هتزود هتعمل اوفر دوز، الثالثه هتعمل اوفر دوز، فكده انت هتبقى دخلت في الليتل دوز او الليتل دوز، او ببساطه هتعمل توكسيستي من الدواء. دي اهميه ان انا ابقى عارف موضوع الكاينيتكس اوف دراجز، لان دايما احنا بنستسهل وندخل على طول على الكاينيتكس على سوري على الداينامكس، بشوف الميكانيزم بتاع الدواء ده او بشوف الايفكتس بتاعته ببساطه حتى من غير ما ابص على الميكانيزمات، الدواء ده بيشتغل على ايه؟ طب اوكي خلاص انا خدت الدواء ده واستخدمته واتعاملت بيه من غير ما اعرف الكاينيتكس بتاعته ماشيه ازاي، من غير ما اعرف هو المفروض يتاخد عن طريق انت روت. دي اهميه برضه دراسه الروتس اوف دراج ادمنستريشن، زي ما واضح في الصوره كده عند حضراتكم، دي ديفرنت روتس اللي البني ادم ممكن ياخد بيها اي دواء، او الديفرنت تايبس اوف دراجز المشهور جدا اللي هي البرينترال عن طريق الحق، عندنا الاي في انترافينسلي، عندنا الاي ام انتراماسكيولرلي يعني في العضلات، وعندنا الاس سي سبكيوتينسلي يعني تحت الجلد، عندنا الطريقه المشهوره الثانيه جدا اللي هي الانتيرال يعني بيدخل عن طريق الفم او بيدخل عن طريق الاورال كافيتي عموما اللي تحتوي ايه؟ البكال بريبريشنز والسبلينجوال بريبريشنز. السبلينجوال اللي هي الادويه او الحبوب او الاقراص اللي بتتحط تحت اللسان، والبكال اللي هي بتتحط من جوه الخد كده اسمها البكال ريجن. الميزه بتاعت الحاجات دي الحقيقه ان هي سريعه جدا جدا، لان السيركيوليشن موجوده بشكل كبير في الاماكن دي سواء تحت اللسان او عند الخد، فبالتالي الامتصاص بيحصل كويس جدا وبيحصل اسرع من ان انا اخد الدواء بتاعي وينزل المعده بعدين يبتدي يتعرض للانزيمز والبي اتش وكل الكلام ده. عندنا تاني other routes of administration والريكتر، والريكتر دي بنعتبرها انتيرو. اوكي؟ عندنا other routes of administration زي الترانسدرمال باتش او الطابيكال بروبريشنز. الطابيكال زي المراهم، زي الاطراف تحت العين، اطراف تحت الودن، ده كل ده بنعتبره طابيكال بروبريشنز، حاجات موضعيه بنستهدف بيها علاج موضعي مش علاج سيستميك. سيستميك يعني انا اخدت الدواء دلوقتي مثلا عن طريق الحقن او عن طريق الفم وابتدى يمتص في الجسم بتاعي في السيركيوليشن في البلاد سيركيوليشن ويتحرك يروح لمعظم التيشوز اللي احنا قلنا لو وصل لاذر تيشوز انا مش محتاجها يعمل لي سايد افكتس. طب علشان انا اقلل الموضوع ده وكان في مشكله بس في الرجل الشمال، حصل حساسيه فقط في الرجل الشمال، فانا مش محتاج ان انا ادي الراجل ده حاجه سيستميك تروح تشتغل لي على كل الجسم، لا انا ممكن ادي له حاجه توبيكال زي المراهم فقط في المكان اللي فيه حساسيه. دي الميزه بتاعت التوبيكال بريبريشنز بشكل عام. الترانسدرمال باتش اللي احنا قلنا اسمها وما اتكلمناش عليها، دي عباره عن باتش هنتكلم ان شاء الله عليهم كلهم كده كلمه ونص على كل واحده فيهم، بس هي عباره عن ترانسدرمال باتش لازقه كده بتتحط على الجسم في اماكن معينه تحتوي على دواء، الدواء ده عاده بتدي مفعول اطول ليه، يعني بتخلي الديوريشن بتاعته تطول شويه، لان التكنولوجي بتاعت الترانسدرمال باتش قائمه على حاجه اسمها بلوك ريزرفوار زي المخزن كده بتاع الدواء، بيبتدي يطلع لي الدواء واحده واحده سنه سنه، فالكميات الصغيره اللي بيطلعها بمعدل ثابت هي دي اللي بتخلي لك الدواء ليه لونج ديوريشن اوف اكشن، يعني بيقعد في الجسم تقريبا في حاجات بتقعد 48 ساعه، في حاجه بتقعد 72 ساعه يعني 3 ايام، وفي ادويه ثانيه او في باتشز ثانيه ممكن تتغير كل اسبوع. كل اسبوع بيشيل اللزقه دي ويحط واحده ثانيه. عندنا برضو طريقه ثانيه من طرق الحق اللي هي الابيديورال. الابيديورال دي لو انا محتاج ان انا احقن دواء اوصله مباشره للسي اس اف.
السائل اللي هو موجود في المخ الشوكي. بسمي الطريقه دي ابيتيوال انجكشن. واخيرا من ضمن الاذر روتس اللي هي الهاليشن، الانهاليشن روتس عن طريق الاستنشاق. اوكي، دي اكتر بتشتغل على لوكالي برضه، الناس اللي عندها مشاكل حساسيه سي او بي دي، عندها ازماتيك بيشنتس، كل المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده في الرئه او الحساسيه بشكل عام بنستخدم لها الانهاليشن بتبقى اسرع بكتير. الانتيريور روتس زي ما اتكلمنا عليهم ثلاث حاجات، اي اورال عن طريق الفم، خلاص احنا عارفينها وهي مشهوره جدا، بي سبلينجو تحت اللسان، الادويه اللي بتتحط تحت اللسان علشان تدي مفعول سريع. على سبيل المثال النيتروجليسرين، النيتروجليسرين ده الناس اللي عندها ربنا يعافيك يا رب، الناس اللي عندها انجينا، الناس اللي عندها ذبحه صدريه، النيتروجليسرين لما بيتاخد تحت اللسان بيديلي مفعول اسرع بكتير من ان انا لو اخدته عن طريق الفم وينزل المعده ولسه يستنى دوره تقريبا نص ساعه تقريبا علشان يمتص، بعدين يروح للسيركيليشن، بعدين يوصل للتارجت سايت الموجود اللي هو القلب ده او الكوري ارتيز، هيكون ساعتها المريض ممكن يدخل في ادفيرس ايفنت عاليه ممكن يموت فيها. على الاقل الالم هيبقى مبرح بالنسبه لي. فالبديل، الحل البديل او الحل السريع اللي هي سب لينجوال روت ادمنستريشن. اضف عليها زي ما قلنا البكن اللي هي الحاجات اللي بتتحط ورا الخد كده من جوه، دي بالنسبه للاورال كافري. واخيرا اللي هي الريكتال، ريكتال فور ده يعتبر من الانتيريال روتس. طيب سريعا تاني الجزئيه بتاعت الفارماكوكينيتكس دي مراجعه سريعه علشان الناس اللي ما سمعتهاش في المره اللي فاتت الصوت كان وحش. اي دي ام اي يعني ابسوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اند اكسكريشن. قلنا علشان نقول ان الدواء ده حصل له ابسوربشن لازم ينتقل من مكان لمكان. المكان الاول اللي هو السايت اوف ابريشن. على سبيل المثال لو كان دواء بيتاخد في الفم يبقى هي المعده. يروح للسيستمك سيركيليشن. وده بيعتمد قلنا على الروتس اوف ادمنستريشن اللي احنا هنتكلم عنها حالا السلايد اللي بعد كده. مهما اختلفت الروتس اوف ادمنستريشن الهدف يبقى واحد وهو الوصول الى سيستميك سيركيوليشن يعني البلد او يعني البلازما. خطوه الثانيه الدواء ده يتحرك تاني من الدم او يروح للانسجه اللي المفروض ان هو يشتغل عليها. ممكن كمان يروح لاذر انسجه انا مش كنتش محتاج انه يروح لها، بالتالي هيظهر السايد افكتس. خد بالك برضو ان موضوع السهم ده رايح جاي ده ما بين السيستميك سيركيوليشن وما بين التيشوز، هنا في درجه بالانس او في اكوليبريم يعني توازن او تعادل. الادويه مش بتستقر في مكان واحد لكنها بتتوازن او تتعادل جميع البادي كومبارتمنتس الموجوده في جسم البني ادم. بعد كده الخطوه الثالثه ان يحصل له ميتابوليزم اور بايو ترانسفورميشن. وقلنا ان الهدف الرئيسي من الخطوه دي ان الميتابولايتس اللي بيعملها للكبد بتبقى اكثر ذوبانيه في الماء علشان يسهل الاكسكريشن بتاعها عن طريق الكليه. روتس اوف دراج ادمنستريشن الكلام بتاع ازاي اخد الدواء سواء عن طريق الحقن او عن طريق الفم او عن طريق التوبيكال او اي حاجه ثاني بيعتمد على الدراج بروبرتيز اللي احنا اتكلمنا عليها. في ادويه ما ينفعش تتاخد عن طريق الفم، لازم تبقى عن طريق الحقن، او في ادويه بتبقى irritant او في ادويه بتتكسر في المعده، فكل الكلام ده ما ينفعش تتاخد عن طريق الفم. يبقى لازم اشوف ادور على روت بديل او وسيله بديله ان انا ادي بيها العيان الدواء بتاعي ده. الميجر روتس اوف دراج ادمنستريشن عندنا اثنين، انتيرو يعني الدواء ده بيتاخد عن طريق الفم او بيتاخد عن طريق الاورال كافيتي بشكل عام، تحتوي على السابلينج اللي هي الحبوب اللي بتتحط تحت اللسان، والباكال بريبريشنز اللي هي بتتحط ورا الخد. And rectal. عندنا بعد كده البرنترال اللي هو المشهور جدا، الاي في intravenously في الوريد نفسه، intramuscularly في العضل، او subcutaneously تحت الجلد. الاذر روتس عندنا topical، عندنا الاوتيك او الاوكيولر القطرات اللي في الفم او سوري القطرات اللي في العين او القطرات اللي في الاذن. عندنا الانهاليشن الحاجات الاستنشاق البخاخات، عندنا transdermal patches اللزقه اللي بتتحط على الجسم بتوفر لي حاجه اسمها دراج ريزرفوار بيطلع في مدار او في خلال ايام الى اسابيع احيانا. وبعد كده عندنا الحقن في منطقه الابيديول لو كنت عايز وعايز اعالج مشكله واوصل الدواء بتاعي مباشره للسي اس اف اللي هو السائل الموجود في المخاع الشوكي. اللي هنبدا بيه ان شاء الله هو الانتيريور روت اور سبلينجوال بكال اند ريكتال. المزايا بتاعت الانتيريور روتس
most common route of administration. عندنا في الصيدلية هتلاقي معظم الأدوية عبارة عن يا إما كبسولات يا إما تابلتس يا إما حاجات بتتحط تحت اللسان أو فورات بتدوب في المية، كل ده يعتبر أورال. الميزة بتاعتها إن هي رخيصة جدا، هي أرخص واحدة فيه. cheapest non invasive، المقصود بالكلمة non invasive يعني أنا مش محتاج أفتح فتحة في جسم البني آدم ده أو في جسم البيشنت ده علشان خاطر أدخله الدواء، لا أوريدي بياخده عن طريق فتحة الفم أو عن طريق الريكتال روت طبعا. most variable، هتلاقي ممكن دواء واحد فيه منه أكتر من دوزج فور كلهم بيتاخدوا عن طريق ورن. على سبيل المثال في تابلتس، في كبسولز، في زي ما قلنا الافرفيسنت باودرز، أو في باودرز بس كده بيدوب مش بيعمل افرفيسنس. فالموضوع variable. And most complicated pathway، دي بقى المشكلة بتاعت الأورال روت، إن أنت أحيانا مش بتعرف تتوقع الكينيتكس بتاعته كلها عاملة إزاي، أو مش بتعرف تتوقعها 100%. في أدوية يحصلها destruction بالـ GIT enzymes. الانزيمز هتكسرها والانزيمز هتهضمها على سبيل المثال الانسولين. الانسولين ده احنا ما ينفعش ابدا يتاخد عن طريق الفم، لان الانسولين عباره عن بولي بيبتايد يعني بروتين. من الاخر اي بروتين يدخل المعده هيطلع الانزيمز اللي المفروض هي بتهضم البروتينات بتاعتها في الاكل هتهضمه هو كمان. حتى علشان كده اللي بيبلع السن بتاع التعبان مش بيحصل له حاجه طالما دخل عن طريق الفم، لان ده برضه يعتبر نوع من انواع البروتينز يتهضم ومفيش اي مشاكل. في ادويه ثانيه ما ينفعش تتاخد مش بتمتص في الوسط الحامضي بتاع المعده. احنا عارفين المعده الوسط بتاعها البي اتش دايما بيبقى واطي شويه، معنى كده ان الوسط اسيدك او حامضي فما ينفعش انها تتاخد. في ادويه ثانيه ما ينفعش انها تتاخد ان هي ممكن تعمل اريتيشن. فبنشوف بقى بديل ثاني او اذر روت يتاخد به الدواء بتاعي. مشكله برضو كبيره اللي احنا اتكلمنا عليها من موضوع الحاجات اللي قيها الدواء لما بينزل المعده، موضوع التكسير الانزيمز البي اتش، موضوع الليفر باسج او اسمها الفيرست باس ميتابوليزم، ده بتبقى موجوده في الانتستنس وموجوده في الليفر. يعني هي قبل ما يمتص للسيركيليشن اللي احنا كنا بنقول عليها في المرحله الاولى من الاي دي ام اي او في المرحله الاولى من مراحل الكينيتكس، لازم يحصل امتصاص والدواء بتاعي ينتقل من المعده يروح للسيركيليشن. هو قبل ما يروح للسيركيليشن بيعدي على الكبد، لان هو المسار الطبيعي ان هو بيطلع من المعده بيروح يعدي على السيركيليشن عن طريق البورتال فين يعني الوريد اللي رايح للكبد، فبيعدي الكبد يبتدي بقى الكبد يعمل له ميتابوليزم. انت جيت الحمد لله بالسلامه، طب معلش مش هتقدر تخرج غير لما ايه يعني تاخد واجب الضيافه بتاعك، يبتدي يكسر فيه. فهتلاقي ان الدواء احيانا بيقل النص واحيانا بيقل 75%، احيانا بيكون اكتر من كده واحيانا اقل من كده. ده اللي بيحدد الدواء بتاعي ينفع يتاخد عن طريق الفم ولا لا. لو انا اديت الدواء بتاعي ده عن طريق الفم ولقيت ان النسبه او الكونسنتريشن اللي بيوصل للدم فاينلي او للبلازما قليل جدا، مش هينفع ساعتها ان انا اديه بالاورال روت، او هضطر ان انا احط جرعات كبيره جدا منه. فده طبعا ايكونوميكلي مش مظبوط، يعني ده مش موفر اطلاقا. بالتالي لازم ادور على حل بديل. السابلينجو زي ما قلنا ان هو الادويه او التابلتس اللي بتتحط تحت اللسان. Allows the drug to diffuse into the capillaries and therefore enter the systemic circulations. الكابيلاريز اللي موجوده تحت اللسان كبيره شويه. الميزه دي بتخلي الدواء يمتص بسرعه جدا. الميزه دي كمان بيخلي الدواء باي باسس ذا انتستين، لان هو مش بينزل في الانتستين، مش بيعدي على المعده ولا بيروح الامعاء، اند باي باسس ذا ليفر. بالتالي افويدز ذا فيرست باس ميتابوليزم. لما هو بيدخل مباشره للسيركيوليشن مش هيعدي على الانتستين، مش هيعدي الليفر، مش هيطلع الانزيمز بتاعته اللي هتبتدي تعمل لي ميتابوليزم. فانا كده وفرت كمية كبيرة جدا من الدواء كان ممكن تتكسر في اثناء الرحلة دي وحطيتها مباشرة سابلينجوري. من الامثلة زي ما اتكلمنا موضوع السابلينجوال اللي هو الناتروجليستريم. الناس اللي عندهم الريكتال روتس وقلنا ان ده يعتبر من الانتيريور روتس، الميزة بتاعته ان هو الناس مثلا اللي بتاخد ادوية كانت بتعمل لها فومتنج، او الشخص اللي عنده فومتنج اوريدي، الشخص اللي عنده فومتنج انا لو اديت له حاجة عن طريق الفم هتطلع كمان شوية مع الفومتس، فبالتالي الجسم مش هيعمل لها ابسوربشن، مش هتمتص من الجسم، كانه ما اخدش الدواء تماما. الحل البديل ان اديها له في طريق سبوزيتوري يعني عن طريق الريكتال.
الميزه بتاعت الريكتال برضو ان هي مش بتطلع فوق تاني للانتستنس، لا دي بتسلك مسار تاني وبتعدي من الانتستنس وبتعدي البورتال سيركيليشن اللي هي رايحه للكبد، بالتالي برضو افويدز ذا فيرست باس ميتابوليزم. خلصنا الانتيريور، هنتكلم على البرينترال روتس اللي هو الحقن. عندنا اي في انترافينوس داخل الوريد، وتنقسم الى نوعين بولس وانفيوجن. عندنا سبكتينيوسلي اللي هي تحت الجلد، وعندنا الاي ام او الانتراماسكلر، وعندنا الانترادورمال بس احنا مش هنتكلم عليها لان هي عاده احنا بنعمل بيها اختبارات الحساسيه مش بندي بيها ادويه ولا حاجه. الانجل اوف انجكشن مهمه جدا جدا لان هي دي اللي بتحدد لك السايت اوف سكان اللي حضرتك هتوصل ليه بالظبط وهتفضي فيه الدواء بتاعك. ده بيعتمد على معرفه حضرتك بطبقات الجلد. الطبقه الاولى اللي بنشوف خالص دي اسمها ابيدرمس اللي هي الطبقه الخفيفه من الجلد العلويه اللي احنا بنلمسها بايدينا دي. تحتها على طول في الديرمس، والديرمس دي بتحتوي على الكابيلاريز وعلى البلاد فيزلز على الفينز يعني. تحتهم شويه السبكيوتينيوس تيشو، وده من ضمن البارييرز الطبيعيه الموجوده على جسم الانسان، وبيوفر حاجه اسمها دراجز ريفور اللي بتستخدم او ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع الترانسفيرما باتش لما نيجي نتكلم عليها ان شاء الله. واخيرا المصل، بالتالي انا لو محتاج ادي البيشنت بتاعي اي ام يعني احقن في المصل، شايف كده الصوره اللي او الحقنه اللي هي على الشمال دي، شايف الانجل نازله ازاي؟ 90 درجه. انزل 90 درجه علشان خاطر توصل للمصل، وحاول تستخدم سن طويل شويه، ما ينفعش السن الصغير بتاع الانسترومنت. ده مش هينفع. طيب انا لو محتاج ان هي تبقى سبكت فينسلي، لو بنفس السن يبقى هخلي درجه دخول او زاويه دخول الابره تبقى تقريبا 45. 45 ليه؟ عشان انا لو حطيتها 90 احنا خلاص اوريدي عرفنا ان هي هتوصل للمصل، وانا مش عايز احطها في المصل، ده انا عايز احطها في السبكيوتينيوس تيشوز. بالتالي يا اما استخدم نفس السن الطويل بزاويه 45 او استخدم السنين المخصوصه للاس سي اللي هي بتاعت الانسولين على سبيل المثال، او الاقلام سواء السرنجه او بتاع الانسولين. انترافينسلي، الانترافينسلي بقى ده اللي هو الوريد بتاع حضرتك، يعني احنا بنبقى شايفين الوريد كده سوبرفيشالي حاجه سطحيه. فمش محتاج ان انا اخلي الزاويه بتاعتي 45 ولا 30 ولا 50 ولا كل الكلام ده، هو كفايه قوي 20، هي من تقريبا 20 30. يعني انا مش ببحث عن الذهب، يعني مش عايز احفر في جسم البني ادم، لا هي حاجه كده بتبقى بثبت الوريد بتاعي وبدخل تقريبا بزاويه 20 علشان ادي حقن عن طريق الوريد. واخيرا الانفرادرمالي، دي بتبقى الطبقه اللي فوق خالص دي اللي انا ممكن احقن فيها بدرجه 10 الى 15، بحقن فيها الدواء اللي انا محتاج ممكن اعمل له اختبار حساسيه. طبعا تبقى الكميات صغيره. Advantage of printer route زي ما حضراتكم كلكم عارفين القصه دي ان هي ذا فاستست روت، اسرع حاجه ممكن اعتمد عليها، بالتالي تساعد في الامرجنسي كيسز، حد فاقد الوعي. مش هينفع فاقد الوعي ده ان انا اقول له من فضلك قوم فوق شويه خد البرشام بعدين ارجع كمل، لا لا ما ينفعش، لازم اشوف other routes. افضل حاجه ممكن اعتمد عليها في حاجه زي كده هي الحقن، خصوصا الحقن عن طريق الانترافينوس، لان الانترافينوس بيشتغل خلال ماكسيمالي 30 ثانيه، من 15 ل 30 ثانيه. الاي ام من 3 الى 5 دقائق. السبكيوتينس تقريبا نفس الكلام، ممكن 5 دقائق ممكن اكتر شويه على حسب كميه الدواء اللي بتتاخد. يعني البايو افيلابيلتي بتاعتهم تقريبا 100%، انا بقول تقريبا ليه؟ لان مش كلهم 100%، هي ال 100% فعلا هي الاي في، لان الاي في بيدخل مباشره للدم، بالتالي مش بيتكسر ومش بيعدي على كل الميتابوليزم او البايو ترانسفورميشن اللي كان ممكن يحصل في اي سايت تاني، لان هي العضله ده حق، بس العضله نفسها اللي انا حطيت فيها، لو انا اديت مثلا اي ام او اديته سبكتينيس، فالعضله اللي انا حطيت فيها او السبكتينيس تيشو الفات تيشوز دي اللي فيها الدواء دي تعتبر السايت اوف ادمنستريشن، فمحتاجه بعد كده ان هي تعمل لي الابسوربشن بقى ان هو ينتقل من السايت اوف ادمنستريشن ليروح للبلاد سيركيليشن. المرحله دي ممكن الدواء يفقد فيها ولو بنسب قليله جدا، ولكن ستيل نوت 100%، ال 100% هي الانترافينوسلي بس. قلنا ان ده مناسب للادويه اللي هي ما بيحصل لهاش ابسوربشن باي ذا جي اي تي، مش بتمتص عن طريق المعدة، سواء كانت بتتكسر او الطبيعه بتاعتها ما خلاهاش تمتص. زي ما اتكلمنا ان هو دواء اسيدك مثلا، الدواء الاسيدك ده بيدخل في المعده اللي هي اصلا فيها اسيد، اتس اوكي ده يحصل له ابسوربشن، هيحصل له امتصاص. اما لو كان دواء بيزك، خصوصا لو كان سترونج بيز، هينزل في المعده هيحصل له ايونيزيشن، يعني هيتكسر ويتأين،
فالحاجات دايما الانايونيك جروبس دي طالما البارتكلز بقت تحت الشحنه سواء سالبه او موجبه الامتصاص بتاعها بيبقى ضعيف جدا وتقريبا لا يذكر. فدي من ضمن الحاجات اللي بتحدد لك الدواء بتاعك هيمتص ولا لا، ان شاء الله برضه هنتكلم عليهم في اخر المحاضره. او كان الدواء بتاعي تو ايرتنت، يعني انا لو اخذته عن طريق الفم بيعمل لي مشاكل كثيره جدا. على سبيل المثال الكيموثيرابيوتكس انتي كانسر دراجز، الحاجات دي بتعمل اندكشن للنوجن فومتنج بشكل كبير جدا جدا. طبعا بتختلف على، بنقسم الكلام ده لاكثر من كاتيجوري على حسب نوع الدواء نفسه. في ادويه انتي كانسر ليها قابليه عاليه جدا تقريبا في 90% من البيشنتس اللي بياخدوها بتعمل لهم فومتنج، في ادويه لا اقل بشويه. فده برضه بيعتمد على نوع الدواء نفسه، بيعتمد على البروبرتيز بتاعت الدواء نفسه. فبالتالي البرنتروم او طريق الحقن هو حل ممتاز جدا في الادويه دي. IV can deliver continuous medications. على سبيل المثال انا محتاج البيشنت بتاعي ده جاي عندي في الرعايه مثلا وانا محتاج ان انا اديله حقن مستمر، لانه كان عنده continuous pain، فانا محتاج ان انا اديله حاجه زي المورفين احطها انفيوجن تشتغل على طول على مدار ال 24 ساعه. انا معلق له محلول وحاطط له فيه الدواء بتاعه اللي هو المورفين، لان انا لو فصلت ساعه واحده بس هيرجع البيشنت بتاعي يتالم زي الاول. حاجه زي كده ممكن تحصل طريق الفم، يعني ممكن البيشنت بتاعي يبقى انكونشس فمش هقدر استخدم غير الاي في روتس. او الناس الهايبوتنسيف، الناس اللي انا محتاج ان انا اعوضها بمحاليل، الناس اللي عندها شاك، الناس اللي عندها هيموليسيس، الناس اللي عندها هايبوفوليم، كل الناس دي انا محتاج ان انا احط لها محلول ملح سلاين او اي محلول تاني طبعا، يعني او اي نوع من انواع المحاليل. الكلام ده من المحاليل ما ينفعش انها تتاخد عن طريق الفم لان كميتها كبيره، محدش بيقدر يشرب الكميه دي كلها يعني. فالبديل الامثل ان انا احطها عن طريق اي في انفيوجن. الديس ادفانتج بتاعتها زي ما اتكلمنا ان هي الفاستست روت، هي تقريبا 30 ثانيه وفي روت بيشتغل بيديني الافكت، خلاص وصل للقلب والقلب ابتدى يضخ الدم تاني وطالع فيه كميه الدواء الجديده فتوصل للتيشوز فتعمل لي الاكشن. فمن ضمن الحاجات دي الادكشن، امكانيه الادكشن اللي هو يمكن حضراتكم عارفين موضوع الناس المدمنين اكتر حاجه بيتعاملوا عليها هي الاي في، لان هو بيشتغل اول حاجه. فمش هو لسه بقى هيستنى ياخد التابلت، في ناس بتستنى يعني بس معظم الناس لا بيحب الحاجه السريعه. عندنا حاجه ثانيه اسمها بيلوني فوبيا. البيلوني فوبيا دي اللي هي معظم الناس تقول لك اقتلني بس ما تدينيش حقن، اديني اي اذر روت بس ما تدينيش حقن. انا عارف ان الحقن بتشتغل اسرع، انا عارف ان هي تخففني بسرعه، انا عارف ان هي هتخلي شعر اصفر بس يعني انا ما بحبش الشكشكه، انا بخاف من الحقن. فالحالة دي موضوع الخوف من الحقنة the fear of needles fear of injections اللي بتخلي جزء كبير من الناس ترفض العلاج بالحق. حاجة تاني طبعا في الانفكشن كنترول وفي الهيجين المفروض ان هي اتلغت من زمان، بس يعني لو حصل ان if needles are shared، يعني لو نفس الحقنة اتخذت من مريض كانت لمست مريض وراحت اتحطت في مريض تاني والمريض الاول ده كان عنده اي فيروس زي اتش اي في زي الفيروس سي او اي حاجة تاني طبعا بتنتقل. بالتالي ده dangerous route. dangerous route of administration. dangerous ليه كمان؟ لان على حسب الدواء اللي انا بديه، لو انا غلطت جرعه حطيت جرعه زياده فانا مش بلحق المريض خلاص. الشغل احنا قلنا ان هو الفاستست اكشنز بتاعته ان هي تقريبا 30 ثانيه يبتدي الدواء يدي الافكت بتاعي، فلو خلاص انا حطيت جرعه زياده للاسف مش بقدر الحقها. او لو حطيت دواء غلط خالص مش بقدر الحقه. على عكس الاور روت، على سبيل المثال في حاجه اسمها انتي دوتس، اللي معظم الادويه مش كل الادويه، في حاجه اسمها انتي دوتس يعني المضاد بتاع الدواء ده لو كان حصل منه توكسيستي. الحاجات المشهوره جدا اللي هي تشاركول، الفحم اللي احنا بنستخدمه مثلا في الايوكاربون للانتفاخات، الفحم ده بيخلي الادويه تيجي حواليه وتقع، بيعمل لها حاجه اسمها ادزوربشن يعني امتصاص تقريبا يعني. فالامتصاص ده نوع من انواع البايندنج يخلي الدواء ده يمسك فيه، فطالما هيمسك فيه مش هيعرف يمتص كويس، او النسبه اللي مسكت خلاص دي هتبقى باوند مش هتمتص، الفري النسبه الفري هي بس اللي هتمتص، يبقى انا كده قللت من جرعه الدواء اللي كانت موجوده في المعده واللي كان قبل ما يحصل لها ابسوربشن. ولكن في حاله البرنتروم ده مفيش ابسوربشن، هو اوريدي دخل في السيستميك سيركيليشن، فدي الخطوره بتاعته. الاير بابلز كمان مشكله بابلز اللي ممكن تحصل في الحق، لو انا ما عملتش كالبريشن كويس للسرنجه وانا قبل ما ادي المريض بتاعي ممكن طبعا تعمل كبير. او موضوع الهايجين،
زي ما اتكلمنا موضوع الاسبتيك كونديشنز اللي لازم تتوفر، اللي لازم اطهر كويس جدا المكان اللي انا هحقن فيه علشان بس ما ادخلش الحقنه تاخد معاها بكتيريا من السكين اللي موجود وتدخل للجسم. يبقى انا دخلت البكتيريا الموجوده اللي كانت مثلا ممكن تبقى كومنسل، البكتيريا او الموجوده بشكل طبيعي على الجلد، دي على الجلد ما تعملش مشاكل، بس لو دخلت الدم بتعمل مشاكل. ستافيلوكوكس اوريس مثلا موجوده على الجلد، لكن انت لو دخلتها في الدم عن طريق الحقن قبل ما انت تعمل او من غير ما انت تعمل تطهير حتى على الاقل بالكل كده وتسيبه لغايه ما يجف، دي مشكله كبيره ممكن تعمل لك انفكشن. من ضمن المميزات بتاعته ان هو الدواء اللي احنا قلنا بولي ابسوربد ان جي اي تي، زي المثال كده على سبيل المثال زي الحقنه المرسومه دي حقنه انسولين. الانسولين انستيبل دراج، لو اتاخد عن طريق المعده عن طريق الفم انستيبل جي اي تي، بيتكسر على طول وبيتهضم على طول، بالتالي انا مش بقدر استفيد منه ولا جسم بيعمل له امتصاص. فور انكونشس بيشنتس زي ما قلنا لحد غير واعي ما ينفعش اديله اي حاجه ثانيه غير بالبرنتال روز، لان هي طبعا هتبقى اسرع وهضمن ان هي وصلت للسيركيليشن. Circumstances that require a rapid onset of action، حاله emergency، حاله زي حالات الشوك او حالات الهايبوفوليم اللي انا ببقى خايف فيها على الكليه، لان الكليه دي اول حاجه بتتاثر. اول حاجه عصابه ديسفانكشن في حالات الهايبوفوليميا او في حالات نقص الدم بشكل عام الكليه تتاثر. تقريبا 25% من كل الدم اللي موجود في الجسم بيعدي على الكليه الاول. بيروح الكلى 25%، فلو نقص كميه الدم دي لو نقصت شويه اول حاجه تتاثر هي الكلى. فانا بالتالي في الحالات اللي زي كده محتاج اعمل رابيد اكشن، رابيد اونست. مش هينفع ابدا ان انا احط اي حاجه ثانيه تستنى تتاخر نص ساعه ولا ساعه علشان يحصل لها ابسوربشن بعدين تروح تعمل الاكشن بتاعها، لا الموضوع يبقى كده ممكن المريض يموت منه، ممكن ما يلحقش المريض بتاعه. Provides the most control over the actual dose delivered to the body. ده عكس الكلام اللي احنا قلناه في الجي اي تي، لان انا برضه مش ببقى متوقع الكينيتكس بتاعته كلها كام بالظبط، او بنسبه 100% انا مش متوقع التوقع الصحيح. ممكن يحصل له ديستركشن بالانزيمز بالبي اتش، بيمتصش كامل، يحصل له فور سباس ميتابوليزم اند سو اون. طيب البرنتر روت من ضمن الانواع بتاعته اللي احنا قلنا عليها الاي في intravenous sorry intravascular or intravenous، يعني دي ليها طريقتين للحقن، بولس يعني بوش او ات وانس ان انا بحقن الحقن مباشره، ده اللي احنا معظمنا عارفينه ومعظمنا بنستخدمه. حقنه اللزج دي انا بديها للمريض مباشره، عندي بعبيها في السرنجه بتاعتها اللي هي 3 سم وبعدين بحقن بيها مباشره في اقرب وريد انا شايف، دي اسمها بولس انجكشن. الثاني اسمه انفيوجن، زي ما هو واضح لحضراتكم في الصوره اللي تحت دي. الانفيوجن ده عباره عن ان انا بعلق محلول ووصله في الحقن اللي بحطها في البيشنت بتاعي. ده الموست كومن برنتر روت اللي هو الاي في، لان احنا زي ما قلنا الباي افيلابيلتي بتاعته تقريبا 100% ويشتغل اسرع حاجه. زي ما قلنا تاني بنعيد الكلام، الادويه التي لا تمتص عن طريق الفم كويس جدا انا اديها عن طريق البرنترول وخصوصا الاي في. بايباسس ديليفر مش بيعدي على الليفر، بيوصل على طول السيستميك سيركيوليشن، وده طبيعه الحال في كل البرنترال روتس اوف ادمنستريشن، وبالتالي بيوفر عليا تكسير الدواء اللي كان بيحصل كانت. بيرميتس رابيد افكت، خلاص احنا قلنا كل الكلام ده بس دي اعاده سريعه علشان نفتكر والمعلومه ما تطولش مننا. And maximal degree of control over the circulating level of the drug. بس من ضمن المشاكل انه ممكن يعمل لي هيموليسيس، ممكن يعمل لي انتروداكشن للبكتيريا الموجودة على جلد البني ادم لو انا ما عملتش تعقيم مناسب او ما عملتش تعقيم كويس. الوسيلة الثانية اللي هي الاي ام، الحقن في العضل انتراماسكولار انجكشن. دي في ممكن يبقى البروبريشن بتاعتي معمولة في اكيوس سولوشن. سولوشن ده لما يبقى معمول في وسط مائي بيمتص اسرع وبيدي الرابيد افكت. في حاجة ثانية ببقى المفروض ان انا اعملها ان ديب بروبريشنز، يعني حاجات ممتدة المفعول. فالحاجات دي بتبقى تقريبا معموله في ايمولشنز كده او سسبنشنز علشان البارتيكل سايز بتاعتها بتبقى كبيره فبتاخد وقت اكتر علشان تتكسر وبتحطها، بالتالي يحصل لها ابسوربشن من السايت بتاعها اللي هو العضلات وتدي لي مفعول طويل 3 ايام اسبوع وحاجات زي كده. الفيتامين بي 12 من ضمن الحاجات دي، من ضمن الامثله دي، لو بتاخد احيانا كل 3 ايام واحيانا بتاخد كل اسبوع.
الجزء التالت معانا اللي هو الاس سي او السبكيوتينيوس. قلنا عشان نعمل ادمنستريشن في المكان ده، المكان الصح بتاعها سبكيوتينيوسلي معروفه يعني مينز اندر ذا سكين. بس فين بالظبط اندر ذا سكين؟ في المكان اللي فيه فات قبل ما توصل للعضله. فعلشان كده لازم نستخدم قلنا يا اما شورت ايدو او نستخدم حقنه بس نخليها بزاويه 45 درجه، لان لو حطيت الحقنه بزاويه 90 درجه هتوصل للعضله. Other route of inhalations. عندنا of administrations. عندنا engine. الميزه بتاعت الانهيشن ان هي بتعمل rapid delivery of the drug. لان الاكشن سايت اللي بيروح لها الدواء ده في حالات الانهيشن هي بتبقى large surface area موجوده فين؟ موجوده في الميوكس ممبرين اللي موجود في الفم او معدي على الريسبيرتوري او البلمونري ابيثيليوم. كل الاماكن دي تحتوي على large vasculatures. بالتالي الاوعيه الدمويه الكتيره دي هتعمل لها رابيد ابسوربشن، هتمتص الدواء بشكل كامل وبشكل سريع. تقريبا السرعه بتاعتها هتوازي سرعه الاي في. Effect is as rapid as IV injection. فدي حاجه طبعا ممتازه وكويسه جدا. بس المفروض ان هي تفضل للادويه الجازوس دراجز. او الادويه اللي انا ممكن اعمل لها فورميوليشن واخلي البارتكلز بتاعتها صغيره جدا. لان كل ما كانت البارتكلز كبيره هيحصل لها سيدمنتيشن او يحصل لها بريسيبيتيشن في الفم خصوصا او خصوصا على اللسان اكتر، ومش هتمتص كويس في الاور في الميوكس ممبرينز او هتوصل بالموري ابيثيليوم، بالتالي مش هتديني الاكشن، هتبقى كده الجرعه قليله. ودي من اشهر الحاجات اللي احنا ممكن نعمل كونسلنج للبيشنت عليها، ان من فضلك بعد ما تعمل انهاليشن بعد ما تستخدم الانهيلر دراجز اغسل بقك كويس وتمضمض كويس علشان خاطر الديبوزيشن اللي بيحصل على اللسان ده او بيحصل في الفم عموما ده ده مش مكانه، انا مش عايزه يبقى موجود هنا. فعلشان الافكت زي ما قلنا ده مش التارجت تيشوز بتاعتها، طالما مش موجوده في البريفير تيشو بتاعها وموجوده في تيشوز ثانيه اللي هي اللسان او اللي هي الاورال كافيتي مش هتمتص، هتعمل لي مشاكل كثيره اللي هي السايد افكتس. من اشهر المشاكل او من اشهر السايد افكتس اللي ممكن تحصل من الانهاليشن باودرز اللي هتبقى موجوده في اللسان اللي هي الهورسنس اوف فويس والكانديديزيس البكتيريا اللي سوري الفانجس اللي بتنمو او الكانديديزيس اللي بتنمو في الاورال كافيتي. حلها بسيط جدا، المريض يتنطط كويس او يغسل بقه كويس بعد الادمنستريشن. زي ما قلنا الادفانتجز بتاعتها اللي هي الفاستست ميثود تقريبا من 7 الى 10 ثواني تشتغل على طول. بس ضمن الديس ادفانتجز برضه نفس الكلام، عشان هي سريعه فممكن تعمل ايه؟ ادكشن. تيبيكلي مور ادكتيف رول اوف ادمنستريشن علشان خاطر السرعه اللي هي قلنا فيها، علشان خاطر السرعه الاكشن بتاعتها اللي بيحصل. Difficulties in regulating the exact amount of dosage. لان زي ما قلت لحضرتك الفورموليشن نفسه هتلاقي ان فيه بارتكلز صغيره وبارتكلز كبيره، فالصغير بيمتص بسرعه، سرعته بتبقى عاليه جدا فبيوصل للموري كويس خالص وبيوصل بسرعه، بيوصل بشكل efficient. اما البارتكلز الكبيره بيحصل لها sedimentation زي ما قلنا او بتترسب ومش بتوصل للتارجت تيشوز بتاعتها. فبالتالي الجرعه هنا للاسف ممكن ما تقدرش تتحكم فيها 100%. كمان المشكله بتاعت الادمنستريشنز للبيشنت نفسه، في ناس انا عشان خاطر اقول البيشنت ياخد الجرعه بشكل صحيح وعلشان خاطر البودره دي او الدواء ده ما يترسبش في الفم بتاعه او على اللسان بتاعه يوصل للتارجت تيشوز اللي انا عايزها، لازم اقول للبيشنت بتاعي اعلمه كويس على الانهليشن روت، اقول له تعمل كاليبريشن كويس او تعمل توافق كويس ما بين الشهيق والبسطه بتاعتك على الانهليشن ديفايس. يعني تضغط وتاخد شهيق، اولا تفضي نفسك كله بره، بعدين تستعد ان انت تاخد شهيق كبير شويه، مع الشهيق ده بتضغط في نفس الوقت على الديفايس بتاعك علشان في الفتره دي او في الاثناء دي بيحصل الابسوربشن. لو هو غلط او لو هو اخد نفس، لو يعني اي حاجه حصلت خلت الكاليبريشن ده ما يحصلش، الدواء مش هيمتص كويس، بالتالي الجرعه مش هتبقى مظبوطه. الانترنيزل اللي هي الادويه اللي بتتاخد عن طريق النوز، امثله الادويه دي الديزبوبرازين السالمون كالسيتونين والكوكين. الكوكين معروف، الكالسيتونين ده الحاجه اللي بتتاخد للناس اللي عندها هايبركالسيميا، وخصوصا لو كانت السبب في الهايبركالسيميا دي ان البي تي اتش عالي. البي تي اتش عالي قوي، الباراثيرويد هرمون او البي تي اتش ده بيعمل لي هايبركالسيميا، يعني بيخلي الدم
بيحتوي على كميات اكبر من الكالسيوم بثلاث طرق. اولا انه بيعمل ري ابسوربشن، سوري بيعمل ابسوربشن اكتر من المعده، بيخلي الكالسيوم الموجود في الجي اي تي يمتص احسن ويروح للدم، ده رقم واحد. رقم اثنين ان الكالسيوم كان في الطبيعي انه بيخرج عن طريق الكليه، فهو بيروح يدي امر للكليه ما تعمليليش اكسكويشن للكالسيوم، اعملي له ري ابسوربشن عشان ما يخرجش من الجسم يرجع للدم تاني. رقم ثلاثه انه بيعمل ريزوربشن من العظام، اللي هي العظام احنا عارفين تحتوي على كالسيوم. فدي الوسيله الثالثه اللي بيبقى لها البي تي اتش عشان خاطر يعلي مستوى الكالسيوم في الدم. فلو كانت حاجه زي كده موجوده والبي تي اتش موجوده، سواء كان البرايمري كان في ادنوما مثلا، كان في كانسر، كان في ورم موجود هو المتسبب في الحاله دي، او كانت سكندري علشان خاطر في كيدن ديسفانكشن او اي سبب ثاني، او كانت تيرشري، كل الكلام ده انا ممكن اعالجه بالكالسيتونين. الميزه بتاعتها زي ما قلنا طالما بتتاخد عن طريق الفم يبقى ليها رابيد اونست، تقريبا بتشتغل خلال 3 او 4 ساعات يعني، بس بتبقى شورت ليفز، تبقى ليها شورت ديوريشن اوف اكشن، يعني زي ما بتشتغل بسرعه زي ما بتخلص بسرعه. ديسبوبرازين، الديسبوبرازين ده اللي هو السينثيتيك انالوج اوف فازوبرازين. فازوبرازين احنا عارفين ان هو الاسم الثاني للانتي ديوريتيك هرمون. انتي ديوريتيك هرمون اللي هو اللي بيمنع خروج السوائل عن طريق الجسم يعني. عندنا كمان في الاذر روتس اللي هو الانتراثيكال روت او الانتراثيكولار روت. انتراثيكال لو انا محتاج ان انا اوصل الدواء ده زي ما قلنا، او الابيديورال انجكشن، اوصله في السيربرو سباينال فلويد السي اس اف، السائل بتاع النخاع الشوكي على سبيل المثال الانفيتورسين بي، ده انتي فانجل. لو كان في انفكشن موجوده في السي اس اف انا محتاج ان انا اوصل لها مباشره الدواء بتاعي ده، فالاسرع والاضمن ان انا اوصل بيه الدواء وابقى ضامن ان كل كميه الدواء اللي انا محتاجها او كل الجرعه اللي انا محتاجها توصل 100% تقريبا، اللي هي الانتراثيكال او الابيديورال روت. وعندنا كمان الانترافينتريكال روت، المقصود هنا بالفينتريكلز اللي هي الفينتريكلز اوف برين، مش الفينتريكلز اوف ذا هارت، مش الفينتريكلز بتاعت القلب يعني. ودي ممكن نستخدمها في حالات المننجايتس. اخيرا عندنا التوبيكال، مش عارف اخيرا مش هنبقى الحقيقه، بس عندنا التوبيكال روت، ده بيستخدم في حالات انا محتاج لوكال افكت ومش محتاج ادي الدواء بتاعي بشكل عن طريق الفم او عن طريق الحقن علشان ما يعمليش سيستميك سايد افكتس تاني. على سبيل المثال الحاجات البراهين او الكريمات او اللوشنز، اي حاجه ابلاي توبيكلي. وعندنا الاوتيك او الاوكيولر بريبريشنز، النقاط او النقط بتاعت العين بتاعت الاذن. عندنا بعد كده الترانسدرمال باتش، الترانسدرمال باتش عباره عن لزقه بتتلزق في اماكن معينه من الجسم، بتوفر لي حاجه اسمها دراج ريزرفوار، يعني بتوفر لي مخزون من الدواء فيها. المخزون ده بيعتمد على كميه الفاتس الموجوده في السبكيوتينيوس تيشوز، موجوده تحت الجلد على طول علشان يخرج منها ببطء. ده بيشتغل ريزرفوار يعني مخزن، يعني ده مخزن الدواء، مخزن الاكتف كونستيتيوس. لما يخرج منها ببطء بيدي لي تاثير طويل شويه، المدى بتاعه يبقى طويل شويه، غير خالص لو اتاخد عن طريق الفم، لو اتاخد عن طريق الترنكل روت او اي حاجه تاني. من الامثله الشهيره في موضوع الترانسدرمال باتش اللي هو الناتروجليسترين، ناتروجليسترين باتشز، وعندنا النيكوتين باتشز على سبيل المثال الناس اللي محتاجه تبطل تدخين بنديلها نيكوتين باتشز. وعندنا كمان في الفنتانيل باتشز، الفنتانيل ده وان اوف ذا اوبيويد دراجز، مسكن من تبع الاوبيويدز. فبالنسبه للفنتانيل ده كمان بيقعد تقريبا المفعول بتاعه من 48 ل 72 ساعه. يعني البيشن بتاعي يحط لزقه الفنتانيل تقعد شغاله معاه يومين واحيانا ثلاث ايام، وحتى بعد ما يشيل اللزقه دي بيفضل المخزون ده مخلص تماما من السبكيوتينيوس تيشوز. احنا قلنا ده ريزرفوار، فبيفضل الاكشن اوف ذا دراج موجود في الجسم، او التسكين بالنسبه مثلا للفنتانيل على سبيل المثال، تسكين موجود حتى بعد ما انا شلت اللزقه دي. الميزه بتاعت الترانسدرمال باتش بتوفر لي وسيله مفيده جدا جدا، خصوصا برضو يعني احنا لو قارنا الفنتانيل باتش دي بحاجه زي المورفين، المورفين اللي بيتاخد عن طريق الانجكشن. المورفين ده لو ما كانش موديفايد ريليس او اكستندد ريليس دراج، الشكل الطبيعي بتاعه او الفورميشن العادي بتاعه تقريبا بالهاف لايف بتاعته من 2 الى 4 ساعات، يعني بيتكسر خلال 4 ساعات ماكسيمم.
فبالتالي انا محتاج ان انا ادي البيشن بتاعي مورفين كل 4 ساعات، يعني 6 مرات في اليوم احقنه بالمورفين علشان خاطر اعمل بين مانجمنت كويس او بين كنترول كويس للبيشن ده، لان طالما الانالجيسيك خلص من جسمه هيرجع يحس بالالم تاني. طيب هل افضل ان انا احط انجكشن للبيشن بتاعي 6 مرات في اليوم اديله لزقه تقعد 3 ايام؟ اكيد اللزقه افضل ونون انفيسيف، يعني انا مش بفتح جزء في الجسم علشان احط اللزقه، لا دي بتتلزق كده على الجلد من بره وبعدين تتشال وقتها. دي مراجعه سريعه وتلخيص للروتس اوف ادمنستريشن من الليبين كوت. الانترافينوس هنتكلم على الابزوربشن باترن بتاعه، الادفانتجز والديس ادفانتجز، تقريبا نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط في السلايدز اللي فاتت، بس يعني ايه تجميع عليهم. فالانترافينوس الابزوربشن نوت ريكوايرد، لان احنا قلنا ان هو بيوصل مباشره للسيركيليشن. الادفانتجز بتاعته كان هاف اميديت افكت، قلنا الكلام ده. ايديال اف دوزد ان لارج فوليومز، الادويه اللي بتحتاج ان انا احطها بكميات كبيره قوي. على سبيل المثال السلاين، المحلول الملح بتاعي او اي محلول بتاعي السلاين مثلا، في مرضى انا محتاج ان انا اعوضها باربعه او 6 لتر. هل في بني ادم يقدر يشرب 4 أو 6 لتر immediately؟ خصوصا هو لو اصلا يعني critical patient، يعني ده راجل داخل في حاله حرجه ممكن يبقى unconscious، حتى لو كان conscious مش قادر يشرب الكميه دي كلها. فده بديل محترم جدا ان انا احط الكلام ده او المحلول ده عن طريق الانترافينوس انفيوجن. سويبل فور روتيتنج سبستنسز اند كومبلكس ميكتشرز، الحاجات اللي ممكن تعمل لي روتيشن لو خدتها عن طريق الفم مثلا، قلنا زي الانتي كانسر دروكس او الكيموثيرابيوتكس الافضل نديها عن طريق الانترافينوس روت. فاليبل ان امرجنسي سيتويشنز، اتكلمنا عن حالات الطارئ وانا محتاج حاجه تدي لي فاست اكشن احطها انترافينوسلي. دوزج تايتريشن بيرميسبل، يعني ممكن اعمل تايتريشن يعني اعلي الجرعه بتاعتي واحده واحده ما فيش فيها اي مشكله. ايديالز وهاي مولكيولر ويت بروتينز اند بيبتايد دراجز، الهاي مولكيولر ويت زي ما هنشوف ان شاء الله بعد كده في الفاكتورز اللي بتاثر على امتصاص الادويه، ان كل اللي من ضمنها المولكيولر ويت كل ما كانت اكبر كل ما الامتصاص كان ضعيف، كل ما كانت المولكيولر سايز او المولكيولر ويت اوف ذا دراج كل ما كان الامتصاص اعلى. فانا لو كان عندي الدراج بتاعي عباره عن هاي مولكيولر ويت يفضل ان انا اعمل له انترافينوس بريبريشنز او برينكر بريبريشنز بشكل عام وما اديهوش عن طريق الفم. الديس ادفانتج بتاعت الاي في انسويتبل فور اويلي سبستنسز، انا داخل للدم فما ينفعش ان انا احقن فيه حاجه اويلي. بحط دايما اكيوس سولوشن، اويلي سبستنسز انا ممكن احقنها في العضل مفيش فيها مشكله ساعتها. بولس انجكشن مي ريزلت ان افكتس، البولس زي ما اتكلمنا اللي هي البوش انجكشنز او الات وانس او ان انا بحقن مباشره، فدي لو اتكلمنا وقلنا قبل كده زي ما قلنا ان في خطا في حساب الجرعه او في خطا في الليبلنج اللي كان موجود على السرنجه، انا اديت دواء مكان دواء او اديت دواء بتاع عيان لعيان تاني ما كانش المفروض ياخد الدواء ده، فدي ممكن تعمل لي مشاكل كبيره قوي وممكن برضه ما الحقهاش. Most substances must be slowly injected، في ادويه او يعني مفهوم المفروض ان انا اعمل لهم slow injection، ما اخليش النيرس بتاعتي او اخلي الشخص اللي بيدي الاي في انجكشن اخليه يديه بسرعه، لا لازم يتاخد بسرعه، بس طبعا دي مش قاعده عامه. في حاجات لازم اديها بسرعه جدا لان هي بتتكسر في اللحظه اللي تدخل فيها الجسم. اللحظه اللي بتدخل فيها الجسم بتتكسر فلازم اديها بسرعه جدا ولازم احط وراها سلاين اند سو اون. Strict aseptic techniques needed، زي ما قلنا موضوع الهيجيني وزي ما قلنا موضوع التعقيم المفروض يبقى موجود خاطر ما دخلش بكتيريا لدم البني ادم بتاعي ده. السبكيوتينيوس روت اوف ادمنستريشن ديبيندز اون دراج ديليونس، الادونس اللي موجوده مع الدواء تاني مش بس الدواء لوحده. فهنشوف ان الاكيوس سولوشنز الادويه اللي محطوطه في اكيوس سولوشنز يعني محلول مائي بتدي مفعول سريع. نفس الكلام ده ينطبق على الاي ام الادويه اللي عن طريق حقن العضل. طالما هي كانت اكيوس سولوشن هتدي مفعول سريع. طالما كانت ديبوت بريبريشنز تبقى سلو اند سستيند. يعني بتقعد فترة أطول علشان يحصل لها امتصاص بالتالي بتقعد فترة أطول علشان تدي الأكشن بتاعها. الأدفانسز بتاعتها suitable for slow release drugs، يعني بتاخد فترة أطول علشان تدي الأكشن بتاعها طبعا أطول من الأي في. Ideal for some poorly soluble suspensions، السسبنشنز اللي بتمتص الحل البديل بتاعي إن أنا أحطها في preparations تتاخد عن طريق الحقن تحت الـ ودي ساعتها بتبقى ديبوت بريبريشنز يعني بتقعد فترات طويله.
المشاكل اللي ممكن تحصل منها او الديس ادفانتجز اللي بتحصل البين، وده طبعا ينطبق على كل الانجكشنز او بشكل عام يعني مش سكوتينيسي بس، يعني البين او النكروزس اللي ممكن يحصل لو كان الدواء ده ايريتنت. برضه من ضمن الايريتيشنز اللي بيحصل ده على سبيل المثال الادويه الانتيبيوتكس ممكن تعمل لي ايريتيشن في الحقن، بس هي مش بتاخد سبكتينس ده بشكل عام يعني، بتاخد انتروفينس اللي هي ممكن تعمل لي ايريتيشن في الفينز وتعمل لي نكروزس، بنسمي الحاله دي اسمها اكسترافازيشن. اكسترافازيشن يعني ببساطه نكروزس ان ذا تيشوز اللي هي دخلت فيها او طالتها الادويه دي اللي هي بنسميها ايريتنت. السبكتينس ديس ادفانتجز برضه الاخيره بتاعته انسوربل for drugs administered in large volumes. كمية الفاتس الموجودة أساسا مش كبيرة، بالتالي أنا ما ينفعش إن أنا أحط أحقن كميات كبيرة في المنطقة دي. لو أنا عايز أحقن كميات كبيرة بشوف بقى العضلات أعلى منها شوية، أو طبعا الانترفينسلي وده أكبر كمية ممكن تحقنها، بيساع أكبر كمية من الدواء أنت محتاج إنك توصلها للبيشنت اللي هو الأي في. حاجه نسيت اقولها في الـ في الترانسفيرمر، بان احنا بنتكلم على كميه الدهون. الترانسفيرمر زي ما قلنا بتعتمد على نسبه الدهون او كميه الدهون اللي موجوده تحت الجلد از او ريزرفوار، بالتالي ما ينفعش ان انا ادي باتش او ادي اللزقه دي لحد مش بياكل كويس، حد ضعيف البنيان يعني، حد رفيع شويه ما عندوش فاتس كتير. الناس دي انا بسميها كاشكتك بيشنتس. كاشكتك بيشنتس يكون هنا على الشات، مش عايز استخدم القلم عشان بس ما اخليش الدنيا تهنك تاني. ابني هوصل دلوقتي كاشكتك بيشنتس. لو جات لك في الكيس ان ده كاشكتك بيشنت، معنى كده ان هو كميه ببساطه كميه الدهون او كميه الليبيدز اللي موجوده سبكتينيسلي قليله خالص. ف يعني كده الفكره كلها اجتمع عليها موضوع الترانسل ما بقاش اصبح غير موجود. طيب الروت الثالث اللي معانا في الانجكشنز اللي هو الانتراماسكلر، نفس الكلام بالنسبه للابسوربشن اللي انا قلته بالظبط في السبكتينيس. الادفانتجز نفس الكلام، لو كانت الجرعه بتاعت الادويه اكبر شويه بالترتيب كده، الجرعات الصغيره احطها في السبكتينيس اكبر شويه، انتراماسكلر اكبر بكتير او الاكبر على الاطلاق بحطها انترافينسلي. ده ممكن احط فيه اويلي فيكلز او اويلي بريبريشنز بشكل عام، ممكن احطها في العضله، لكن ما كانش ينفع ان انا احطها انترافينسلي. او الادويه اللي تبقى irritating برضو نفس الكلام، انا ممكن احقنها العضل. ده بيبقى مفضل اكتر لو كان البيشنت هو اللي هيعمل سيلف ادمنستريشن لنفسه، يعني ممكن كده في العضله بتاعه في فخده كده من قدام يقسم الفخد بتاعه ثلاث مناطق بالظبط في المكان اللي في النص بيحقن نفسه، مفيش اي مشكله. لكن احيانا يعني مش دايما بتبقى صعبه شويه ان البيشنت يدي نفسه اي في، مع ان معظم الناس بتعملها يعني، حتى الادكتس بيعملوها بيدوا نفسهم اي في انجكشن، ولكن مش كل الناس بتعرف تعمل التكنيك ده. الديس ادفانتج بقى بتاعتها اللي افكت سيرتن لاب تيستس، من ضمن السيرتن لاب تيستس من ضمن الحاجات اللي ممكن تطلع غلط في المعمل اللي هي الكرياتينين كينيز. الكرياتين كينيز ده ببساطه حاجه بتطلع انزيم بيطلع لو كان في مشكله، لو كان في هارت فيلير تحديدا يعني. لو كان في هارت فيلير وانا عايز اشخصه بطلب من البيشنت بتاعي يعمل لي تحليل كرياتين كينيز. فاحيانا لو كان البيشنت بتاعي ده اخذ اي ام انجكشن، العضلات لما بتتكسر يحصل لها اي مشكله، يعني مش بتتكسر بشكل عام، يعني السيلز بتاعتها يحصل لها دامجز. دامجز ده حصل ازاي؟ عن طريق الابره نفسها اللي دخلت جوه العضله. فالسيلز اللي حصل لها دامجز دي بتطلع الكرياتين كينيز، فبالتالي انا لو جيت اقيسه في المعمل هلاقيه عالي. ولكن الكلام ده الحقيقه للامانه ثيوريتيكلي، يعني هم عملوا ترايل على تقريبا 44 واحد اخذ اي ام انجكشن، بعد كده قاسوا له الكرياتين كينيز، فلقوا ان ثلاثه بس ان فعلا الكرياتين كينيز كان عالي للدرجه اللي هي ممكن تشككني ان في هارت فيلير. الناس دي كانت سليمه، الناس اللي عملت عليها الترايل دي او التجربه دي ما كانوش عندهم هارت فيلير، كانت صحيحه وقلبها ريس. فاخذوا الاي ام انجكشن دي وقاسوا لهم الكرياتين كينيز، فلقوا ان ثلاثه فقط من 44 هم اللي حصلت لهم المشكله دي، بالتالي اسمها unsignificant result. يعني انا مش بعتمد خلاص انا على الرقم ده. كان بيقول الالم اللي طبعا اللي بتبقى موجود في الاي ام انجكشن اكبر بكتير من السبكتينس، واكبر طبعا من الانترافينس، اللي تقريبا الالم بتاعها متوقف او يعني بس موجود في شكه فقط لا غير. اما الانتراماسكولار على حسب بقى البريبريشن اوف دراج نفسها ممكن تبقى روتيتنج جامده، فممكن تعمل الم اكتر.
ان ضمن المشاكل بتاعتها ان هي ممكن تعمل انتراماسكولار هيموريج. على سبيل المثال الحاجات اللي ما ينفعش تاخد حقن عن طريق العضله اللي هي الهيبرين، الهيبرين انجكشن ينفع يتاخد انتروفينسلي وينفع يتاخد سبكوتينسلي، لكن ما ينفعش ابدا يتحط انتراماسكولارلي. يعني ما شفتش ابدا حد بياخد الهيبرين ده حقن عن طريق العضله، لان هو بيعمل لي هيماتوما بقى، بيعمل لي هيموريج جوه العضله، فده ما مش بينفع. ده من ضمن الديس ادفانتشز موجوده. الكيرا روت قلنا الاول ده variable absorption factor، يعني affected by many factors ان شاء الله نتكلم عليها ليه برو. Advantage بتاعتها الـ safest, most common and convenient, economical، يعني هو cheapest ارخص واحد فيهم، ده الـ oral routes. الـ disadvantage بتاعته limited absorption of some drugs، يعني مش كل الادويه تقدر انها تمتص وتعدل الـ circulation لو تغلط عن طريق الفم. Food may affect the absorption، اداء الاكل عادة بيأخر الابسوربشن، لأن معظم زي ما هنشوف إن شاء الله الفاكتورز كمان شوية، إن معظم بيحصل عن طريق الأمعاء مش عن طريق المعدة. فكون إن هو يبقى في موجود أكل في المعدة وأنا خدت بعديه الدواء، الدواء ده مش هيقدر يوصل للأمعاء غير لما الأكل يمتص تماما من المعدة أو يتهضم الأكل بعدين يمتص. توسع ساعتها السكة أو الطريق تتفتح للدواء بعدين يوصل للأمعاء، ساعتها بقى هيمتص. فالوقت ده اسمه ديلاي لو كانت تاخد بعد الأكل. Patient cost is necessary. انا اديت البيشن بتاعي كتبت له على الدواء الفلاني ياخده 3 مرات كل 3 ساعات، كان مثلا كان مضاد حيوي يتاخد كل 8 ساعات وهو في البيت، انا مش شايفه. وقلت له ده يتاخد 8 ساعات ولازم تخلص على الاقل 5 ايام، من 5 ل7 ايام لو كان ده انتبيوتيك مثلا. انا قلت له التعليمات دي، هو قال لي اوكي، روح البيت. انا ما شفتوش، ما اعرفش هو كومبلينت ولا لا، يعني هو مطيع ولا لا، هو ماشي على الجدول بتاعي وبياخد الدواء بانتظام. اما لو كان عن طريق الحقن، لا، ده انا اللي بحقنه في مكاني، انا اللي بحقنه في المستشفى بتاعتي، فانا اللي ضامن ان الدواء ده وصل للسيركيليشن بتاعت البيشن، وصل للبيشن على الاقل. ضمن الديسادفانتج في الاورال اللي هو drugs may be metabolized before systemic absorption، اللي هي بنسميها first class metabolism، هو بيتكسر لانه هو بيطلع يمتص من الامعاء عن طريق البورتال فين يروح للليفر، فبيحصل له ميتابوليزم قبل لما يوصل للقلب ويرجع يحصل له ديستريبيوشن في باقي الانسجه. الريكتال روت ده الابسوربشن باترن بتاعه غير متوقع، بيعتمد برضو على حاجات كتيره قوي، فما اقدرش نحسبه 100% زي موضوع البرنترال ادمنستريشن مثلا. الادفانتج بتاعته ان هو بارشلي باي باس فيرست باس افكت، يعني هو بيعدي بس مش بشكل كامل، مش بشكل 100%، يعني بيعدي الفيرست باس ميتابوليزم، لان مش كل الدواء اللي بيمتص في المنطقه دي بيوصل للليفر، بيمتص عن طريق اماكن ثانيه او عن طريق البيز ثانيه، مش بتعدي على الليفر، بتوصل مباشره للسيركيليشن. Ideal if drug causes vomiting، احنا قلنا ان الريكتال باثواي يتاخد لو كان الدراج نفسه بيعمل vomiting، يعني انا اخذت الدواء بتاعي عن طريق الفم ما قدرتش استحمل الدواء ده وحصل له منه vomiting. اولا انا كده اتضريت من الفومتنج ده، يعني دي عمليه مرهقه شويه، موضوع الكمبالشنز اللي بيحصل والمشاكل العضلات اللي بتحصل عضلات البطن علشان خاطر البني ادم يقدر يعمل فومتنج او يقدر يعمل يطلع اكسبالشن اوف كونتنتس الموجوده في المعده، دي مرهقه. اضف الى ذلك ما خدتش دواء، الدواء اللي نزل المعده ما لحقش يقعد عشان يمتص. اوكي، فحل بديل وحل كويس جدا ان انا اديه عن طريق السبوتري، او ان البيشنت نفسه يبقى عنده فومتنج اوريدي. طالما هو عنده فومتنج كان كمان نفس الكلام، الدواء مش هيقعد، مش هيلحق يقعد، وهيحصل له اكسبالشن مع ضمن الكونتنتس اللي بتطلع، فمش بيمتص. من ضمن الديس ادفانتج لو كان الدواء ده بيسبب اريتيشن ريكتال ميكوزا، فما ينفعش ساعتها ان انا اديه بريكتال، وبدور بقى غالبا بحطه في اي في بريبريشن. Not a will accept root. زي ما كانت بالظبط في علامات استفهام، او في معظم الناس مش بتحب الانجكشنز، في برضه ناس كتير مش بتحب الريكتال سايت. السبلينجوال او سبلينجوال روت اوف ادمنستريشن ده الابسوربشن بتاعه يعتمد على الدراج نفسه. ففي انويه قليله اللي ليها رابيد سيستميك ابسوربشن زي الناتروجليسترين، ودي حاجه كويسه جدا، لان من حسن الحظ ان الناتروجليسترين اساسا لو اتاخد عن طريق الفم ليه اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم، يعني بتكسر معظمه عن طريق الكبد، فبالتالي كميه الاكتف كونستيتيونتس او الفراكشن
اوف نيتروجليسرين اللي هي بتوصل للسيركيليشن وبتدي لي الافكت بتبقى قليله جدا. طيب فالحل البديل ساعتها ان انا احطه سبلينجري. Most drugs erratically and or incompletely absorbed. يعني مش كل الدواء انا بقدر اتحكم في موضوع الابسوربشن، مش بقدر احسب كويس الابسوربشن بتاعه هيبقى كام في المية بالظبط، علشان اعرف الجرعة اللي انا هديها هتبقى كام، والجرعة المناسبة اللي هي necessary to patient to do action للبيشنت بتاعي ده هتبقى كام بالظبط. الادفانس بتاعتها ان هي مش بتعدى على الليفر، بالتالي باي باس فيرست باس افكت او فيرست باس ميتابوليزم، مش بتعدي على الانتستين فبالتالي مش بيحصلها ديستركشن بالاسيدز، مش بيحصلها ديستركشن بالانزيمز، مش بتتعرض للبي اتش الموجود في المعده ولا موجود في الامعاء، فبالتالي كل دي مميزات. واضف الى ذلك موضوع السرعه اللي هي بتشتغل اسرع حياتي تقريبا زيها زي الاي في. من ضمن العيوب بتاعتها ان هي مخصوصه الادويه بس، الادويه اللي احنا شفنا ان البريبريشنز بتاعتها بتمتص بشكل كويس او شكل كبير عن طريق السابلينج والميكوزا. الادويه كمان دي لازم احطها بجرعات قليله، ما ينفعش ان انا ادي البيشنتس بتاعي جرعات كبيره قوي ومطلوب منه ان هو مطلوب من جسمه انه يمتصها بالعدد ده او بالكميه دي او بالكونسنتريشن ده في المكان الصغير ده اللي هو السابلينج. فده الحقيقه ده ليميتيشن من ضمن الحاجات. في بقى بعض البيشنتس مش بتقدر تستحمل كل، مع انها برضه بتبقى وقت صغير، بس في بعض البيشنتس ممكن يبيع التابلت ما يقدرش يحطها فتره تحت لسانه، فممكن يبلعها سواء عن طريق خطا او عن طريق الانتنشن عن طريق القصد يعني. فده برضه من ضمن اللي هو الحاجات اللي بتقلل الاوبشن او تقلل الاكس بتاع الدواء بتاعي. يعني عندنا بعد كده التوبيكال روتس الترانسيلما باتش، قلنا ان الابسوربشن بتاعها slow and sustained اللي بتعتمد على drug reservoir زي ما قلنا موضوع الفات الموجوده في الانسولين. Advantage bypasses the first pass effect ان هي برضه مش بتعدي على الكبد. قول نفس الكلام ان هي مش بتعدي على المعده، مش بتاثر بالبي اتش، مش بتاثر بالانزيمز ولا كل الكلام ده. Ideal foods that are lipophilic and have poor oral bioavailability. الحاجات اللايبوفيليك دي يفضل ان انا اعملها في ترانزيت باتش، لان لايبوفيليك يعني هي بتحب الدهون، يعني بتمتص اقرب في السبكيوتينيس فات تيشوز، بالتالي الريزرفوار بيبقى موجود فيها بشكل مناسب وتعمل سستين وسلو ريليز بشكل مناسب. فكده انا حققت كل اللي كان مفروض مني في الترانزيت باتش، في الفورميليشن اوف ترانزيت باتش. Ideal for drugs that are quickly eliminated from the body. الحاجات اللي احنا قلنا ان هي بتخرج او تتكسر بسرعه جدا عن لو دخلت مثلا عن طريق الفم. يفضل ان احطها في ترانزيت باتش، لان برضه هعيد نفس الكلام اللي هي بتعمل دراج ريزرفوار في الدهون، بالتالي بيبقى ليها سستيند ريليز. الديس ادفانتج بتاعتها some patients are allergic to patches which can cause irritation. في ناس بيحصل لها حساسيه من اي لزقه بشكل عام بغض النظر عن نوع الدواء اللي موجود جواها. وفي ناس بتبقى allergic ل some sort of drugs. some certain drugs بتبقى موجوده انا عندي حساسيه منها ما ينفعش جلدي. فده من ضمن limitations. drugs must be highly lipophilic. احنا قلنا ان هو بيعتمد في الاساس على الفاتس اللي موجوده subcutaneously. فلو كان هو الدواء ده hydrophilic يعني مش بيحب الليبيدز وبيحب الميه مش هيوصل في مش هيعمل reservoir مش هيدخل جوه الفاتس. may cause delayed delivery of drug to pharmacological site of action. والحقيقه ده ممكن نعتبره هدف او desired effect، لان انا عارف وانا بعمل انا بعمل بالفورميوليشن للترانزيومر باتش ان هي ليها sustained release. انا مش بعتمد ابدا عليها ان هي ليها fast action او fast onset. انا عارف الكلام ده قبل ما اعملها او قبل ما اديها للبيشنت بتاعي. limited to drugs that can be taken in small daily doses. طبعا برضو موضوع كميات الادويه او الكونتريشن اوف دراجز اللي موجوده فيها مهمه جدا في الجزئيه، لان انا كل ما حطيت كميات كبيره الريزرفوار ده اللي هو الجلد ده اللي سوري اللي هو تحت الجلد او الفات اللي تحت الجلد هيحصل لها تشبع مش هتاخد حاجات تاني. فدي دي حاجه مهمه جدا، يبقى كده ممكن اخسر الدواء على الفاضي يعني. الانهاليشن روت الابسوربشن بتاعه سيستميك ابسوربشن ميو كير، ولكن ده مش دايما محبب. الانهاليشن ده الحاجات اللي بتاعت الاستنشاق بتاعت البخاخات نسبه قليله جدا بتحصل، يعني على سبيل المثال الكورتيك شورتس الكورتيزونات اللي هي موجوده زي الافاميس مثلا او
اي حاجه يعني موجوده على شكل كورتيزونات بتتاخد للناس اللي عندها حساسيه، الناس اللي عندها ازماتيك بيشنتس او الناس اللي عندها سي او بي دي، كل الناس دي ممكن تاخد كورتيزون. اللي حسن الحظ ان هو بيعمل زي ما قلنا لوكال افكت على البلمونري سيستم اللي هو بيمتص فيه، ولكن لان الفاسكوليتشرز موجوده بشكل عالي احيانا بيمتص جزء من الدواء ده ويروح للسيستميك سيركيوليشن، بالتالي يبتدي يعمل لي سايد افكتس على مستوى الجسم كله، كانه بالظبط اخده سيستميكلي يعني عن طريق الفم او عن طريق الحرق. ولكن الحقيقه النسبه بتبقى قليله جدا، ومش كل الحاجات دي بتحصل منها، مش دايما الادويه دي كلها بتحصل منها موضوع سيستميك ابسوربشن، لكن ده لو حصل انا مش عايزه يحصل حقيقه، لو حصل بيبقى سايد افكت او اندزيربل افكت بشكل عام. الادفانتج بتاعتها الابسوربشن از رابيد سريعه جدا، كان هاف اميديت افكتس، ممكن تشتغل خلال ثواني، خلال 10 ثواني، خلال 20 ثانيه بتشتغل موضوع الانهليشن ده. انت دايما ده كده بتشوف الحد اللي عنده ازمه ياخد البخاخ بيحصل له اميديت ريليف، يعني على طول ربنا بيكرمه والموضوع بيخف شويه عنده. ايديال فور جاسز، زي ما قلنا موضوع الجاسيوز دراجز او موضوع الادويه اللي ليها بارتكل سايز قليله جدا، هي دي اللي هي الايديال اللي نحطها الحقيقه في الانهليشن روت. effective for patients with respiratory problems، احنا قلنا من ضمن الناس اللي هي الازماتيك بيشنت سي او بي دي، دي انا محتاج ان انا احط لها حاجه تشتغل لوكالي مباشره على الريسبيرتوري سيستم او على البلمونري سيستمز، فانا مش محتاج ان انا احط لها حاجه يعني عن طريق المعده مثلا، هستنى فتره طويله علشان تمتص وتروح وتشتغل وتوصل للبلمونري وتعدي على حاجات ثانيه مش مرغوب فيها وتعمل سايد افكتس، لا ليه كل ده؟ انا ممكن اديها انهاليشن. localized effect to target lungs زي ما اتكلمنا ان هي بتشتغل لوكالي على اللونجز. lower doses used compared to that with or peripheral administration، لان هي خلاص انا موجه الجرعه بتاعت كلها لوكالي كلها لللونج، فبالتالي انا لو اديت لو قارنتها بحاجه نفس الدواء بالظبط بتاخد عن طريق الفم، هتبص بيتكسر في المعده، بيتكسر في الانتستين، بيتكسر في الكبد، فبيوصل للسيركيوليشن بجرعات اقل او بتركيز اقل. fewer systemic side effects، زي ما قلنا مش كل الكميه بتمتص وتروح للسيستميك سيركيوليشن، هي كميه بسيطه خالص اللي ممكن تمتص وتروح للسيستميك سيركيوليشن. الديسادفانتج بتاعتها الموست ادكتيف روت دراج كان انتر ذا برين كويكلي، الادويه دي لان هي بتشتغل بسرعه جدا فممكن توصل للبرين، فلو وصلت للبرين تعملها معامله الادويه اللي هي ليها ادكشن. بيشن مي هاف ديفيكولتي regulated doses، زي ما اتكلمنا في موضوع اللي مش بيقدر احيانا يتحكم في كل الجرعه اللي اخذها، مش بيقدر يعمل كاليبريشن ما بين الشهيق بتاعه والضغط على الجهاز، بالتالي ممكن تفقد جزء من الجرعه او جزء من الباودر وما ياخدهاش. نتكلم دلوقتي على الابسوربشن اوف دراجز، خلصنا خلاص كده ويتس في ادمنستريشن، نتكلم شويه على الابسوربشن. حد عنده استفسار في الحاجات اللي فاتت؟ انا كنت ماشي سريع ولا الريت بتاعي مناسب ولا ايه الاخبار؟ تمام اوكي. طب حد عنده استفسار في الحاجات اللي فاتت؟ اوكي. اسرع شويه؟ حاضر اوكي تمام. خلاص بقى ما تكتبوش تاني عشان الشات ده بيهنج عندي، خلاص اوكي تمام. اسرع دكتوره ولاء ودكتوره شماء، اسرع اسرع يعني انا في اللي جاي ولا انا كنت ابطا ومحتاج ان انا كنت اسرع ومحتاج ان انا ابطا شويه؟ كده تمام اوكي خلاص اوكي نكمل على نفس الوقت. اوكي حاضر، انا عندي شغل والله بكره. هو فعلا جزء الفرد كان سهل تمام. جزء الهايبر كالسيميا كان في حد على الهايبر كالسيميا، كان في حد بيتكلم على الهايبر كالسيميا بس الشات عدد بسرعه جدا، يعني مش عارف كان في الهايبر كالسيميا ولا مغلوطه وانا ما عرفتش اقراها كويس. معلش كتب لي هايبر كالسيميا يا ريت تكتبها لي تاني عشان اتاكد بس ان هي انا قريتها صح ان هي هايبر كالسيميا. بالظبط اوكي حاضر. الكالسيتونين والهايبر كالسيميا خلاص اوكي حاضر. مش هرجع للسلايد، هتكلم كده على طول عشان بس ما احصلش في السلايدز تاني. الجزء بتاع الكالسيتونين
هايبركالسيميا. الكالسيدونين ده بيشتغل انه انهبيشن للبي تي اتش الباراثايرويد هرمون. ربنا يكرمك يا دكتور هلا. اوكي الباراثايرويد هرمون ده يعني كمبيوتر ايرورز. حاضر يا دكتور احمد حاضر. اوكي طيب الباراثايرويد هرمون او اللي كنا بنقول عليه اسمه اختصارا بي تي اتش لو حصل فيها اي مشكله زودت الباراثايرويد هرمون على سبيل المثال بنسمي الحاله دي لو كان سببها ادينوما لو كان سببها ورم سرطان يعني بيزود افراز البي تي اتش بيزود افراز البي تي اتش لما تزيد افراز البي تي اتش البي تي اتش دي كل وظيفتها او يعني من ضمن وظائفها ان هي بتزود لي كميه الكالسيوم في الدم تعمل هايبركالسيميا بغض النظر ايه الوسيله بغض النظر ايه الوسيله الوسيله المهم انها توصل للاكشن بتاعها او توصل للهدف بتاعها ان هي تزود لي كميه الكالسيوم في الدم يعني بتعمل الكلام ده عن طريق ثلاث حاجات اول حاجه ان هي بتزود الابسوربشن من خلال المعده الادويه اللي بتتاخد في المعده لو كان كالسيوم بتاخد في المعده مش دايما بيمتص كاملا ويعني على حسب بقى في توكسنز في يوريميا الناس اللي عندها كيدني ديسفانكشن في حاجات كتير قوي بتاثر على امتصاص الكلام ده فمن ضمن الحاجات اللي بتزود امتصاص الكالسيوم من المعده هي البي تي اتش الباراثايرويد هرمون ده رقم واحد رقم اثنين الكالسيوم ده زيه زي معظم حاجات كتير قوي بيخرج او يحصل له اوكسكريشن عن طريق الكليه البي تي اتش بيدي اوامر مباشره للكليه ما تخرجيش الكالسيوم وما تعملهوش اكسكريشن واعملي له ري ابسوربشن ري ابسوربشن ده عكس اكسكريشن بالظبط ري ابسوربشن يعني اعاده امتصاص الجسم اللي كان المفروض ان هو يخرج او يحصل له اكسكريشن عن طريق الكليه ري ابسوربشن يعني هيرجع تاني للبلاد ستريم فكده زود كميه الكالسيوم في الدم او بمعنى اخر ما قللهاش ما قللهاش لانه ما عملهاش اكسكريشن رقم ثلاثه ودي الاخطر شويه الحقيقه ودي اللي بتقابلنا في مشاكل الناس اللي عندها كيدني ديسفانكشن عفوا اللي هي بتزود الريزوربشن اوف كالسيوم فروم ذا بونز يعني زي ما احنا عارفين ان العظام فيها كالسيوم فيها مينرالز ثانيه وفيها فوسفوس وكل الكلام ده الكالسيوم اللي موجود في العظام البي تي اتش بيشيله من العظام ويخليه يروح الدم يعني هو حافظ مش فاهم المهم عنده طب انا في البدايه كنت محتاج الكالسيوم ده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انا محتاج فيها الكالسيوم في جسمي يكون موجود كتير في الدم علشان خاطر يروح العظام فهو بيعمل العكس يعني هو بس ايه الاهميه بتاعته او يعني الدور بتاعه انه يزود لي كميه الكالسيوم في الدم بغض النظر عن الطريقه اللي اشتغل اوكي دي القصه بتاعت البي تي اتش الكالسيتونين بقى بيعمل انهبيشن لكل الكلام ده السيتونين بيعالج الزياده من البي تي اتش او الباراثايرويد هرمون هو ده اللي كان بيتاخد عن طريق الانف اوكي هو ده الكالسيتونين اللي كان بيتاخد عن طريق الانف اللي بيستخدم في علاج الهايبر كالسيميا يعني حالات زياده الكالسيوم في الدم اذا كان سببها البي تي اتش لان الهايبر دي ممكن تحصل لاسباب كثيره جدا لا داعي لذكرها يعني ده كلينيكال ده ثيرابيوتكس ده مش قصتنا دلوقتي خالص اوكي ده بالنسبه للكالسيتونين كده وصلت جزء الاي ام اوكي طيب انا فاكره برضه مش هرجع له السلايد لانه سلايد صغيره جدا جزء الاي ام فيه يا دكتوره اللي حضرتك سالتي على الاي ام كان فيه نوعين لو انا عايز ادي البيشنت بتاعي حاجه سريعه بعمل الفورميوليشن او تركيبه الدواء بتاعي على هيئه اكيوس سولوشن او اكيوس فورميوليشن يعني حاجه كده الدواء بتاعي بدوبه في الميه ببساطه يعني باختصار لما هو بيكون دايب في الميه بيحصل له ابسوربشن اسرع لو اتاخد في الحقن عن طريق العضلات اما لو انا محتاج ان البيشنت بتاعي ده يوصل له الدواء سلولي او على فترات طويله ما يخرجش كله مره واحده من الاكشن سايد بتاعه او من سوري من السايت اوف ادمنستريشن بتاع اللي هي العضله ويحصل له ابسوربشن بالتالي يخلص بسرعه او يتكسر بسرعه بحط فورميوليشن ثانيه بسمي الفورميوليشن دي ديبوت فورميوليشن. الدواء الفوليوم بالنسبه اوكي بالنسبه للفوليوم اقل فوليوم ممكن اديه بالنسبه للانجكشنز اللي هي في السبكيوتينيس سبكيوتينيس عشان خاطر كميه او يعني كميه الدهون اللي موجوده تحت الجلد اصلا قليله. الصوره ممكن تيجي انا بسمع بس لو حضرتك موبايل يا دكتور ايمن اوكي معلش انا اسف يعني دي مشكله لسه ما اتحلتش يعني في بالنسبه للموبايلات الفوليوم كميه الدواء اللي المفروض احقنها اقل كميه ممكن احقنها في السبكيوتينيس لان كميه الـ مين المستقبل اللي هي الفاس السبكيوتينيس فدي كميتها قليله مقارنه بمين؟ مقارنه بنسبه العضلات او بحجم العضلات لو الدواء مجرد شويه
احطه في العضله اي ام. لو الدواء اكبر شويه، كميه الدواء اكبر شويه ومحتاج كميات كبيره، زي ما اتكلمنا على سبيل المثال ان احيانا بحتاج اعمل انفيوجن 4 لتر او 6 لتر من السوائل، لازم اديه اي في انفيوجن. دكتوره ريهام، ريكتال روت باي باسز فيرست باس ميتابوليزم، اه بالظبط كده، بس مش بشكل كامل، بشكل كامل، لان الريكتال في النهايه دي تبع الكولون، والقولون يعني بشكل صغير بيعدي على الدرينج بتاعه، بيعدي على البورتال فين. اوكي؟ فهي اه بتعمل باي باس للفيرست باس ميتابوليزم، يعني بتعدي موضوع الميتابوليزم اللي ممكن يحصل عن طريق الكبد، ولكن مش بشكل 100%. اوكي؟ طب تمام. طيب نكمل بس عشان مش عايز اخاركم. دكتوره مريم، لو شكيت انه يجيب نيدل بالنسبه لمعلومه ممكن ينقل فيروس. اه يا دكتوره مريم، حضرتك توصلي على، طب خلاص خلاص انا واقف الاسئله، انا هجاوب بس اخر سؤال. طيب انا معلش انا واقف الشات بس عشان الحق اتكلم. الكميات يا دكتوره مريم بالظبط لازم تبقى كميات كبيره شويه عشان خاطر الفيروس ده يدخل، وفيروس سي خصوصا حاجه ضعيفه شويه، المالتيبيكيشن بتاعته مش بيبقى كبير. مش دايما البني ادم بيتعدي على طول، مش دايما الحقيقه، يعني على حسب المناعه. فلا مش دايما، مش 100%، مش قطعا يعني بقول ان حد تشك من حقنه كان اتاخدت لمريض عنده فيروس سي ان هو يتصاب، لا. وحتى لما باجي اعمل انا تحليل مش بعمل على طول، لان يعني ايه مش مفيش داعي ان انا اعطل وقت طبيعي، بس يعني ايه مستني على الاقل 3 شهور علشان خاطر اشوف الانتجنز بتاعتها وبعدين اعمل بي سي ار وكل الكلام ده. طيب اخر سؤال يا دكتور احمد، خلاص انا وقفت الشات. الناس اللي عندها سمنه مناسب ليها ترانزيوم باتش، بالظبط يا دكتور احمد، الناس دي مناسب ليها ترانزيوم باتش، مفيش مشكله. اي نعم الامتصاص بيبقى اقل شويه، بيبقى سستين ريليز اكتر لان كميه الدهون عندهم اكتر، ولكن اتس اوكي اتس اوكي، بيبقى محسوبه برضه، تبقى محسوبه. طيب نكمل الابسوربشن اوف دراجز. قلنا الابسوربشن ده لازم يحصل لسبب بسيط، ان انا عايز الدواء بتاعي او المولكيولز بتاعتي تتحرك من السايت اوف ادمنستريشن للسيستميك سيركيليشن، تدخل الدم علشان تديني افكتس. اي في ديليفري ابسوربشن از كومبليت، خلاص احنا مثال احنا اتكلمنا في الجزئيه دي وفهمناها كويس، لان في الاي في انا بدي الدواء مباشره يدخل الدم، مش محتاج انه يعدي على اي باريرز تاني، مش محتاج انه يعدي على يتكسر بالانزيمز ويتكسر بالبي اتش وبعدين يعدي على الانتستنز يتكسر بالانزيمز بتاعتها، بعدين يروح للكبد يحصل له فيرست باس ميتابوليزم وكل الكلام ده. لا ده بحطه على طول في الدم. الوريد ده مثلا بيروح فين الوريد؟ بيروح في الانفيريور فينا كافا، بيروح للفنتركلز بتاعت الهارت، بعدين يتوزع تاني في الاورطه. هو كده ده سيستمك سيركيوليشن، هي دي سيستمك سيركيوليشن اللي بيوصل لها الاي في تقريبا بنسبه 100%، او يعني بريسايزلي هي 100 مش تقريبا ولا حاجه. Transport of drug from the GIT، احنا بنقول دايما وبنتكلم كلام عام ان الدواء لازم علشان يوصل للسيستم سيركيوليشن بيعدي على المعده ويمتص من خلال المعده. طيب ازاي الدواء ده بيمتص؟ عن طريق المعده او عن طريق المكان اللي هو دخل فيه في الجي اي تي، في المعده او في الانتستنز. زي ما قلت لحضراتكم ان الانتستنز تبقى بتوفر مساحه اكبر للامتصاص، وهي اللي بيحصل فيها امتصاص اكتر. في ميكانيزم اوف باسيف اسمه باسيف ديفيوجن. الباسيف ديفيوجن ده معظم الادويه بيحصلها امتصاص عن الباسيف ديفيوجن ميكانيزم. ببساطه الدواء بينقسم بتاعي يا اما هو ووتر سوليبل يعني بيدوب في الميه، او ليبيد سوليبل يعني كنا بنسميهم هيدروفيليك او لايبوفيليك. فلو كان هو هيدروفيليك بيدخل مباشره، لو كان هو هيدروفيليك يعني بيدوب في الميه، بيدخل مباشره عن طريق حاجه اسمها اكيوس تشانلز او اكيوس بورز. ده السلم برين بتاعي. السيم برين بتاعي ده يحتوي معظمه على دهون، او خصوصا الاوتر لاير بتاعه بيبقى دهون في حته كده صغيره بتبقى هيدروفيليك، يعني دي بتبقى حاجه اسمها اكيوس تشانل، يعني قناه مائيه. القناه المائيه دي اللي بتدوب فيها الدواء المحب للماء اللي احنا سميناه الهيدروفيليك، بيدخل فقط وحصريا عن طريق المكان ده او عن طريق الجزئيه دي او التشانل دي. طيب الادويه الثانيه اللي هي بنسميها الليبيد سوليبل دراجز، دي بقى بتدوب في السلم، اللي احنا قلنا السلم ده عباره عن دهون برضه، فهي بتحب الدهون فهتدوب فيها وهتخرج مباشره او هتنفذ مباشره السيتوزول او انسايد ذا سيل او انترا سيلولارلي، تدخل جوه الخلايا وتبتدي بعد كده تعمل الاكشنز بتاعتها، او تبتدي تمتص وتعمل الاكشنز بتاعتها. الموضوع ده بيتم من السايت او الريجن هاي كونسنتريشن تو one of lower concentration، يعني لازم تكون كمية أو تركيز الدواء موجود هنا
في المكان اللي فوق ده اللي انا بشاور عليه اكتر من المكان اللي تحت علشان يحصل الامتصاص، والا هيحصل تشبع، هيبقى كميه موجوده هنا قدها قد اللي فوق، فخلاص مش هيحصل امتصاص تاني. الكلام ده يفكرنا بموضوع الاوسموزس، الخاصيه الاوسموزيه اللي احنا خدناها في الاعدادي زمان قوي يعني. الخاصيه دي كانت بتقول ان انا مثلا لو عندي خليه جواها ميه كتير وبره الخليه فيه ملح كتير او فيه سوليوتس كتيره، الجسم بيحاول يعمل اكوليبريم او بيحاول يعمل توازن ما بين كميه الملح الموجوده جوه الخليه وكميه الملح بره الخليه. فيا اما كميه الملح اللي بره بتدخل الخليه علشان جوه الخليه ملح قليل، او كميه الميه اللي جوه الخليه بتخرج بره علشان تخفف كميه الملح اللي بره. ده اسمها الكونسنتريشن جريدينت. شوف المكان اللي فيه حاجه اكبر تنتقل للمكان الثاني اللي فيه حاجه اقل. بس وانس ان الاثنين بقوا قد بعض خلاص بقى بيحصل حاجه اسمها ساتوريشن والدنيا تمام، ومش بيحصل فيرذر ديفيوجن او مش بيحصل فيرذر ابسوربشن، يعني مفيش امتصاص ثاني بيحصل بعد كده. الكلام ده does not involve carrier، يعني مش بيعتمد على carrier او حاجه بتبقى transporter، يعني حاجه بتنقل الدواء من مكان لمكان، لا الدواء يا اما بيوصل مباشره بنفسه عن طريق الاكوس وبور شانلز او بيدوب على طول في السيلمنت رينز وبينتقل. وطبعا لا تحتاج الى انرجي لان الكلام ده بيعدي عن طريق الاوسموزس اللي احنا قلنا عليه او شبه الاوسموزس اللي احنا قلنا عليه، من المكان اللي فيه هاي كونسنتريشن الى المكان اللي فيه لو كونسنتريشن. دي كانت رقم واحد. رقم اثنين فاسيليتيتد ديفيوجن. فاسيليتيتد يعني مسهل او ميسر. انا كده بقى حطيت حاجه اضافيه عن الباسيف اللي كانت الاول علشان خاطر اسهل الموضوع بتاعي. ايه هي الحاجه اللي تحصل؟ هي كارير بروتين او ترانسبورتر. ده اسمه دراج ترانسبورتر زي ما حضراتكم شايفين كده. دي الادويه اللي هي الخضره دي اللي من بره. ده كانت حصل لها دوكن او يعني نزلت ثبتت في مكان في الكارير بروتين ده او في الترانسبورتر، ابتدى البروتين ده يلف 80 درجه علشان بدل ما كان مفتوح بره الخليه يبقى مفتوح جوه الخليه. بعد ما لف وبقى فاتح الفتحه بتاعته معدوله ناحيه جوه الخليه يحصل بقى يعمل ريليز للدراج بتاعي. اوكي ده الفاسيليتيتد ديفيوجن عن طريق الكارير بروتين. نفس الكلام بتاع الباسيف، بتعدي الدواء من المكان الاعلى تركيز الى المكان الاقل تركيز، والكلام ده لا يحتاج الى انرجي. رقم ثلاثة او الميكانيزم رقم ثلاثة اسمه اكتف ترانسبورت. طالما اكتف، طالما في كلمة اكتف اتقالت، يبقى كده ده هيعمل العكس، هيجيب حاجات من مكان كان تركيزها فيه قليل يحطها في الزيت العالي، بالتالي لازم يحتاج الى طاقة. والكلام ده برضه يحتاج الى دراج ترانسبورتر او كارير بروتين. زي ما حضراتكم شايفين اللي فوق كانت واحده بس اهي، دي واحده بس، مولكيولز واحده او اثنين يعني، لو اعتبرنا ان اللي حصلها دوكين بالفعل على الترانسبورت دي كانت بره اصلا يعني. اللي من جوه اربعه خمسه وغير السته اهي. هنا المفروض ده اللي هو الهاي كونسنتريشن، المفروض اللي بره ليه لو كونسنتريشن، بس هنا بقى تحتاج الى طاقه، طاقه علشان اجبر الجسم انه يغير الفكر بتاعه، ان هو يمشي عكس التيار بقى من اللو الى الهاي كونسنتريشن او against concentration gradient. بنسمي مصطلح تاني against concentration gradient، يعني مش عكس التيار، عكس التركيز. الكلام ده زي ما قلنا بيحتاج الى طاقه ممثله في ال ATP تتحول الى ADP ادينوزين ترايفوسفيت، تتحول الى ادينوزين داي فوسفيت، يعني في مجموعه فوسفيت بتفقد، هي دي اللي بتتحرق في الطاقه علشان تفرز الطاقه بتاعتي او علشان توفر لي الطاقه بتاعتي، اللي بيحصل بيها ان الترانسبورتر بيشتغل. ده الوقود بتاع الكارير بتاعي علشان يشتغل ويلف 180 درجه ويمشي عكس التيار زي ما قلنا، ده بيحتاج الى طاقه. اوكي لو ما كانش، لو كان هو ده نفس الترانسبورتر وما مشيش عكس التيار ولف 180 درجه، ساعتها مش بيحتاج الى طاقه. ده المثال بتاعه اللي هو الفاسيليتيتد ديفيوجن. الفرق ما بين الفاسيليتيتد والاكتف ترانسبورت اللي ده بيحتاج الى طاقه لانه بيمشي عكس التيار. طيب الحاجه الاخيره اللي هي الاندوسيتوزس او الاكزوسيتوزس، ام سوري الاندوسيتوزس اند اكزوسيتوزس. ده بيحصل في المولكيولز اللي ليها لارج سايز وهاي مولكيولر ويت. لو كان حجمها كبير قوي، على سبيل المثال فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 ده ليه هاي مولكيولر ويت، بالتالي لا بيقدر يعدي بالباسيف ولا بيقدر يعدي فاسيليتيتد ولا كمان عن طريق، مفيش كارير بيستحمله، هو اكبر من اي كارير موجود. فبيمتص ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها اندوسيتوزس. الاندوسيتوزس ببساطه ان السيلمبرين نفسه بيحتوي
الدواء ده او بيحتوي المولكيولز ده يعمل له حاجه اسمها انجولفمنت، يعني يبتلعه بتعبير اخر، يبتلعه بعدين يعني الابتلاع كده هنا تم، تبتدي تقفل الجزئيه دي. تخيل الدنيا ماشيه شويه ان شاء الله مش هيهنج. تبتدي الجزئيه دي تقفل وتفتح الجزئيه دي، فيخرج الدواء اللي كان مبتلع ده او اللي كان حصل له انجلفمنت او حصل له انديسيتوزس يخرج، يبقى كده هو حصل له اوريدي ابسوربشن. طيب عكس العمليه دي اسمها اكزوسيتوزس، اكزوسيتوزس يعني حاجه انت بتخرجها بره الخليه. هنا مش بتبقى ادويه، ده عاده بتبقى النيو ترانسميترز السابستنسز او الحاجات اللي بتخرج جوه الخليه وانا محتاج نبقها للبلاد ستريم علشان تعمل الاكشن بتاعها، زي النور ابنفرين. النور ابنفرين يفرز جوه، انا محتاج ان انا اخرجه للدم علشان يوصل بعد كده للسايت اوف اكشن ويشتغل تمام. هيخرج ازاي؟ النور ابنفرين ده كميه يعني حجمه كبير، برضو الحاجات اللي فاتت كلها مش بتنفع معاه. هيخرج ازاي؟ عن طريق الاكزوسيتوسس. طيب الفاكتورز اللي احنا كنا بنتكلمنا عليها وقلنا منهم بعض الحاجات واحنا بنشرح الفاكتورز انفلونسنج ابسوربشن، الحاجات اللي بتاثر على امتصاص الدواء من مكانه من السايت اوف ادمنستريشن، اول حاجه والحجمه جدا افكت اوف بي اتش اون دراج ابسوربشن. بشكل عام اعرف الحاجات دي كشكل عام، اسيدك دراجز بيتر ابسورب ان اسيدك ميديا، بيزك دراجز يفضل او بتقوم بشكل احسن في البيزك ميديا. ده ليه؟ انا قلت برضه من فتره بستعيد تذكيركم بيه ان طالما الدواء غير متأين، يعني متأين يعني مفيش البارتكلز بتاعته لا تحمل شحنه سواء كانت موجبه او كانت سالبه، التأين اللي بيحصل ده بيقلل الابسوربشن. فطالما الدواء كده انتكت ومالوش شحنه يبقى اسمه غير متأين، بالتالي هيمتص احسن. امتى الكلام ده بيحصل؟ لما كان الاسيدك دراج ينزل في اسيدك ميديا، هو اسيد والميديا اسيد فمش هيأثروا على بعض، فالاسيدك ميديا مش هتأثر على اسيدك دراج، بالتالي هيحصل امتصاص احسن. كذلك الامر البيزك ميديا تمتص افضل في تمتص افضل البيزك دراجز. طيب مثال الاسيدك دراجز زي الاسبرين بيتر ابزوربد ان ستومك، ليه؟ لان الاستومك بتوفر له الوسط الحامض اللي هو محتاجه. الاسبرين ده حمض والمعده فيها البي اتش قليل شويه، بالتالي مش هيحصل تكسير او مش هيحصل ايونيزيشن للاسبرين وبالتالي هيمتص احسن. عكس كده الدايزيبام، الدايزيبام ده معلش هي مكتوبه غلط، بي اي ام مش بي يو ام، دايزيبام بنزودايزيبام. الدايزيبام ده بيزك دراج ويك بيس، يمتص افضل في مين؟ في الانتست، لان الانتست عادة الميديا بتاعتها بتكون بيزك ميديا فمش بيتأين وبيمتص بنسبة أكبر. أسيدك دراجز ار بيتر اكسبريتد ان بيزك ميديا، العكس صحيح. احنا قلنا ان أسيدك دراجز تمتص أكتر في الأسيدك ميديا، يبقى عكسها تتكسر أكتر ويحصل لها اكسكريشن فين؟ في البيزك ميديا. على غرار الكلام ده بيزك دراجز بيتر اكسبريتد ان أسيدك ميديا. طيب blood flow to the absorption site ده الفاكتور رقم 2 اللي بيأثر على الامتصاص. كمية الدم اللي بتروح للسايت اللي انا حطيت فيه الدواء بتاعي. الانتستنس عادة بيجي لها كمية blood flow اكتر بكتير من الاستومك، فبالتالي هنلاقي ان الانتستنس بيمتص منها الدواء اكتر بكتير من الاستومك، وبتوفر ميديا كويسة جدا احسن من الاستومك في موضوع الامتصاص او موضوع الابسوربشن. طيب حاجة تاني بتخلي الانتستن افضل اللي هي رقم 3 في الفاكتورز، total surface area available for absorption، مساحه السطح اللي بتعمل امتصاص لادويه اساسا كبيره في الانتستن، لان هي لو نفتكر حاجه في حاجه اسمها المايكروفيلاي اللي هي الخملات، الحاجات دي اللي كانت طالع لها اللي كانت طالعه عباره عن انتروجنز او بروز في سطح الامعاء، كانت حاجات زي كده زي الصوابع كده او يعني اسمها الخملات. المايكروفيلاي دي اساسا بتوسع السطح، يعني بتوفر سطح اكبر للامتصاص. بالتالي احنا تقريبا لو حسبنا السطح ده ونقارنه بسطح المعده اللي ما فيهاش فيلاي ولا ما فيهاش مايكروفيلاي تقريبا هيطلع 1000 ضعف.
فتخيل لو كان الفاكتورز الوحيد، الفاكتور الوحيد اللي بيحدد الابسوربشن اوف دراجز كان هو السيرفيس اريا، يبقى كده الدواء بتاعي هيمتص 1000 مره اكتر في الانتستين اكتر منها في المعده. اوكي، بس طبعا مش هو ده الفاكتور الوحيد يعني لحسن الحظ. رقم 4 كونتاكت مع دي ابسوربشن سيرفيس او دي ابسوربشن سايت. كل ما كان الكونتاكت تايم اكتر كل ما كان في فرصه احسن انه يحصل له ابسوربشن وانه يمتص ويروح سيركيليشن. Anything that delays the transport of drugs from the stomach to the intestine delays the rate of absorption of the drug. والكلام ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاكل. طالما في اكل موجود في المعده وانا خدت بعديه الدواء، استنى طول الفتره اللي المعده محتاجه فيها ان هي تهضم الاكل ده، والاكل تمتصه، الجسم يمتص الاكل المهضوم، بعد كده السكه تتفتح او السكه تخلى او الطريق تبقى مناسبه للدواء ان هو يعدي ويروح لتست ان هو يمتص فيها بشكل اكتر. طبعا ده كلام عام ولا ينطبق على كل الادويه، ده الكلام العام. لان احنا زي لسه ما قايلين فعلا الاسبرين مش محتاج ان ننزل الانتستين عشان يمتص، والاسبرين خصوصا لازم يتاخد بعد الاكل عشان موضوع الايريتيشن اللي بيحصل، وعلشان الناس اللي عندها قرحه معده وحاجات كتير قوي يعني. فما تطبقش الكلام ده على، ما تاخدوش كده بصمه وتحطه على كل الكلام، لا لا، الفارما مش كده يعني، الطب عموما مش كده. لازم نعمل تيلورنج حتى واحنا بنوصف الادويه لكل الناس يعني. اللي ينفع لمصطفى مش هينفع لحسين. اوكي؟ في فاكتورز كتير قوي يعني. تكمله الفاكتورز اللي بتاثر على الابسوربشن اللي هي المولكيولار سايت، وبرضه المولكيولار سايز ام سوري، واتكلمنا برضه على الجزئيه دي. طالما كان الدواء ليه سمول مولكيولار سايز الكلام ده هيبقى ليه مور ابسوربشن، هيمتص احسن، لان الدواء علشان يمتص محتاج، لو نفتكر في الصيدلانيات اللي احنا درسناها زمان، محتاج ان يحصل له حاجه اسمها ديزنتجريشن، يعني تكسير، يتكسر علشان تبقى الخلايا اقل شويه في السايز او مساحتها قليله شويه بعدين تمتص. رقم 6 او الفاكتور اللي بعد كده اللي هو destruction of NGIT. الادويه اللي بيحصل لها تكسير في الجي اي تي عن طريق الانزيمز الموجوده، على سبيل المثال بنزايد بنسلين. بنزايد بنسلين ده مش بيستحمل وجود في الجاستريك هيدروكلوريك اسيد. الجاستريك ميديا دي اللي فيها هيدروكلوريك اسيد كتير قوي، هدفه في الاساس ان هو يهضم الاكل ويهضم البروتينز والكلام ده كله، بيكسر البنزايل بنسلين. فتلاقي دايما الحقن بنزايل بنسلين اللي هو الحقن بتاعت البنسلين طويله المفعول دي اللي بتتاخد الناس اللي عندها تونسلايتس والكلام ده كله، ما فيش ابدا حد يقول لك ان تاخد البنسلين عن طريق الفم، مش بيستحمل هو الميديا دي اللي هي بتاعت المعده، بالتالي بيتاخد عن طريق الحقن. انسولين زي ما اتكلمنا، الانسولين ده از ديستروي destroyed by proteolytic enzymes. قلنا ليه؟ لان الانسولين عباره عن بوليبيبتايد، يعني البروتين يعني هيتهضم لما ينزل المعده. الفاكتور رقم 7 degree of ionization polarity of a drug. احنا الكلام ده اتكلمنا عليه تقريبا في البي اتش، قلنا طالما هو نون ايونايزد يعني يعرف يمتص كويس. هنا هنكمل في موضوع البولاريتي بقى، يعني امتى تعرف ان هو ايونايزد ولا بولار ولا كل الكلام ده؟ لو كان هو ليبيد سولبل يبقى نون ايونايزد، يبقى نون بولر. زي مثلا على سبيل المثال السوديوم كلورايد ده NaCl، NaCl ده انتكت ما حصلوش بولاريزيشن، نون بولر يعني ما حصلوش ايونايزيشن. ازاي قلت ان ما حصلش ايونايزيشن؟ لان لا يحمل شحنه، السالب بتاعه اللي هو الكلورايد متعادل مع الموجب بتاعه اللي هو الصوديوم، خلاص بالتالي لا يحمل شحنه، يعني نون بولر، يعني نون ايونايزد، زي ما قلنا ده هيمتص احسن فيما بعد. الحاجات الهيدروفيلك، الحاجات اللي هي ايونايزد، لو هو ده نفسه ان بقى ان ايه لوحده وسي ال لوحده، كل واحده فيهم تحمل شحنه، يبقى كده اسمه بولر او ايونايزد او يحمل شحنات او متاين، ده كويس. The more lipid soluble of the drug, the more it's absorbed from its absorption site. And the less water soluble, the less it will be absorbed from the absorption site. أتمنى إن هي تبقى الجزئية دي واضحة. خلاص بنخلص، خلصنا الـ absorption، بس ما ينفعش نتكلم عن absorption بدون ذكر الـ bioavailability. لأن هي حاجة مهمة جدا جدا. والحاجات اللي بتتوقف عليها او اللي بتعتمد عليها البايو افيلابيلتي هتلاقي برضه معظمها في السبع حاجات اللي احنا قلناهم المره اللي فاتت اللي احنا لسه مخلصينهم حالا، دول برضه بيأثروا على الابسوربشن، بالتالي بيأثروا على البايو افيلابيلتي. يعني ايه بايو افيلابيلتي باختصار؟ بايو يعني بلاد، يعني حاجه بيولوجيك اللي هي البلاد يقصد بيها البلاد او السيستميك سيركيليشن، افيلابيلتي يعني
How much available؟ ايه كمية الدواء الموجودة في السيستميك سيركيليشن؟ ده المعنى الحصري للـ بايفالابيلتي. التعريف بتاعها أو الديفينيشن بتاعها بايفالابيلتي is the percentage of administered drug available in the systemic circulation in respect of route of administration. طبعا ده يتوقف على route of administration زي ما قلنا ان كل السبعة اللي فاتوا دول تقريبا يعني او مش السبعة فيهم حاجات كثيرة قوي تنطبق على الاول روت. الحاجات اللي بتدخل عن طريق المعدة هي دي اللي ممكن تتأثر كتير، هي دي اللي بيحصل لها destruction كتير، هي دي اللي بتعدي على الفيرست باس ميتابوليزم. فلكن الحاجات اللي بتدخل عن طريق الفي لا مش بتعدي على كل الكلام ده، بالتالي كنا بنقول ان البايوافيلابيلتي بتاعتها 100%. مش بتتاثر بكل الكلام ده. كل كميه او كل الجرعه اللي انا بديها اي في انتروفينسلي بتدخل كلها للبلاد ستريم. لان انا حقنتها مباشره في الدم بكل بساطه يعني. على سبيل المثال لو كان 100 ملي جرام اوف دراج از ادمنسترد اورالي، لو كان الدواء ده اتاخد بجرعه 100 ملي عن طريق الفم and 70 ملي جرام is absorbed unchanged وفقط امتص منه 70% unchanged يعني ما اتكسرش ما حصلوش باي ترانسفورميشن وتحول لحاجات ثانيه لسه اكتف او اتكسر وفقد منه جزء. ده المقصود بكلمه unchanged يعني وصل للدم intact. The bioavailability is 0.7 or 70%. مفهوم الجزئيه دي؟ لو دواء البيشن بتاعي اخده عن طريق الفم والجزئيه الجزء من الدواء اللي وصل كان فقط 7 من 10 او سوري كان هو اخذ 100 ملي جرام ووصل 70 ملي، معنى كده ان هي بكل بساطه تقسم الاثنين على بعض يبقى 70%. كده انا بقول على الدواء بتاعي ده البايو افيلابيلتي بتاعته 70%. انا بدي 100 ملي جرام للجسم اللي بيستفيد منه البيشنت فعليا هم 70%. وطبعا كان عن طريق الاورال روت، اما لو كان عن طريق الاي في انترافينسلي ديفينتلي بيبقى 100% 100%. طيب determination of bioavailability ازاي احنا بنحدد الكلام ده؟ عن طريق حاجه لذيذه جدا اسمها AUC يعني area under the curve. بنجيب كده بنعمل بنرسم كده الاكس اكسس والواي اكسس، بنحط على الاكس اكسس الكونسنتريشن اوف دراج ان بلازما، تركيز الدواء بتاعي في البلازما بعد ما حصل له امتصاص يعني، وبنحط التايم او الوقت على الاكسس التاني علشان تسهيلا يعني. الكلام ده ثيوريتيك، الكلام ده نظري، اللي انا هقوله حاليا او اللي انا هرسمه حاليا ده مش بيحصل، فقط عشان التوضيح. لو كان ثيوريتيكلي انت بتاخد الدواء بتاعك الاي في، فلما بيتاخد عن طريق الاي في المفروض ان هو هيبقى شكله كده عامل كده، مش بينقص. هو انت خدته بمقدار مثلا على سبيل المثال اللي فات ده كان 100 مللي، فانت حطيت ال 100 مللي دي كلها في الدم، فال 100 مللي كانت هنا بدات من هنا واستمرت. احنا افترضنا ان مفيش اليمينيشن، معلش هو الخط بينزل مني بس هو المفروض الخط كده يبقى ايه مستقيم. لو احنا افترضنا هايبوثيتيكلي ان مفيش اليمينيشن، طبعا مش موجود في الجسم، بعيد واقرر ان ده الكلام ده نظريا عشان بس نفهم ان احنا بنحسبها ازاي. فبالتالي انا بحسب اللي كنت بقول عليه AUC area under the curve اللي هي الجزئيه دي كلها، بقول ان لو كانت الكونسنتريشن هنا على سبيل المثال كانت 100 زي ما احنا كنا بنقول في المثال بتاعنا، والوقت التايم هنا وصل لغايه هنا مثلا كان 4 ساعات، بضرب ال 100 في الاربعه هتطلع 400، معنى كده ان دي هي دي AUC. ده ببساطه شديده موضوع حساب AUC. اوكي اللي فوق ده طبعا انساه علشان خاطر بس تعرف الاي يو سي بنحسبها ازاي. البايو افيلابيلتي تعتمد اعتماد مباشر على موضوع الاي يو سي. قلنا ان البايو افيلابيلتي اوف انترافينوس دراجز تقريبا 100%، او احنا بنعتبرها ان هي فعلا 100%. نقارن نفس الدواء ده اللي اتاخد عن الانترافينوس ادمنستريشن بنفس الدواء لو اتاخد بالاورال روت. هنعمل احنا بلوتنج او هنرسم الرسم اللي نرسمه ده شبه كده، نشوف الكونسنتريشن بتاع الادويه بتاعتي اللي انا اديتها عن طريق الاي في وعن طريق الاورال روت في مقدار الزمن اللي انا بحسبه. على سبيل المثال لو قلنا خلال 4 ساعات، فانا بشوف خلال الساعه الاولى بسحب عينه الدم واشوف تركيز الدواء قد ايه في جسمي، الساعه الثانيه بعمل نفس الكلام، الساعه الثالثه، الساعه الرابعه، الساعه الخامسه، وبرسم الجراف ده هيطلع لي الخط ده تقريبا، وده الخط الحقيقي
هو فعلا هنا لو حسبت انا اي في ببدا من هنا تعالي ليه تركيز عالي؟ لان انا قلت لحضرتك ان انا بحطه كل الكميه بحطها مباشره في السيركيوليشن، فبتطلع لي كل الكميه بدون فقط. يعني الدواء بيبدا عالي. بالفعل حصل له كومبليت ابسوربشن، بمعنى اخر يعني حصل امتصاص كامل. بعد فتره الدواء يبتدي يتكسر، يحصل له اليمينيشن. بعد ما كان تركيز الدواء بتاعي عالي هنا اهو، لا ما استمرش على كده. زي ما قلنا موضوع الباي ترانسفورميشن والميتابوليزم والاليمينيشن اللي بيحصل من الجسم علشان خاطر يخرج كميه الدواء، لان الدواء مش هيفضل طول عمره موجود في الجسم بتاعي بنفس المقدار. الاليمينيشن دي بتخلي التركيز ينزل زي ما هو كده شايفين حضراتكم في اللاين اللي نازل ده لغايه ما يوصل لزيرو بعد كده. اوكي؟ طيب لو انا عملت البلوتينج ده او لو حاولت ارسم العلاقه دي لدواء اتاخد عن طريق الفم اورال روت، احنا قلنا ان هو بيتاخد مثلا عن طريق الفم بينزل في المعده لو كان بعد اكل على سبيل المثال عشان بس يعني نعقدها شويه عليكم. لو كان بعد الاكل فانا بستنى لغايه ما الاكل يمتص، بعد كده بستنى تقريبا نص ساعه الى 45 دقيقه علشان الدواء يمتص من المعده ويوصل للسيرشن. كل الوقت ده هنا فارق معاك، شايف التايم هنا مثلا في الساعه الاولى كان قليل، في الساعه الثانيه ابتدى يعلى، في الساعه الثالثه ابتدى يعلى اكتر. اوكي؟ كل ما يروح الوقت تلاقي التركيز بيعلى الى ان يبتدي يحصل الاليمينيشن او البايو ترانسفورميشن الاول، بعد كده الاليمينيشن. يبتدي تركيز الدواء بتاعي ينقص تاني في الدم، يقل تاني في الدم. اوكي؟ المكان اللي تحت ده بسميه اريا اندر كيرف. اي يو سي يعني اريا اندر ذا كيرف، ودي اللي بحسب منها البايو افيلابيلتي بتاعتي، لان هي دي كميه الدواء الموجود في السيركيوليشن، او ذيس از ذا فراكشن اللي هو موجود زي ما قلنا في التعريف بتاع البايو افيلابيلتي اللي هو افيلابل في السيستميك سيركيوليشن. تكملة للحديث عن أهمية الـ AUC، احنا هنا زي ما قلنا ان لو اتاخد عن طريق الفم بيفضل يطلع كده زي ما حضرتك شايف، لان هو بيحصل له امتصاص، يوصل لأكبر كمية من التركيز الدم ده حصلت في جسم البني آدم. فالحتة دي أو الجزئية دي أو النقطة دي أنا باخد منها سهم كده، بشوف التركيز ده كان رقم كام أو كان قد إيه. التركيز ده بسميه اعلى تركيز ماكسيمم كونسنتريشن، او بسميها سي ماكس. سي ماكس يعني اعلى تركيز كان موجود في جسم البني ادم ده. طيب من الدواء طبعا اللي هو اخده، الوقت اللي هو يقلها انزل بالسهم ده بتاعي لتحت بسميه على نفس الغرار تي ماكس. يبقى كده عرفنا احنا السي ماكس والتي ماكس. خلينا نفرق احسن وافضل على الجهد كده. ادي اهي حسبنا اعلى نقطه من تركيز الدواء شفناها تقابل مين من الكونسنتريشن اللي هو هنا لفوق ده، فسميناها تي ماكس. حسبنا المقابل ليها من التايم فسميناها التي ماكس، يعني الوقت اللي وصل عنده اعلى تركيز للدواء في الدم او في البلازما. طيب ده سي ماكس، عايزين نحسب التي هاف بنفس السيناريو كده بالظبط او بنفس الميكانيزم او بنفس اللوجيك. ده كانت السي ماكس، فمعنى كده ان انا عايز اجيب نصها. لو كانت هنا السي ماكس مثلا كانت 100 50، اجي هنا اشوف فين 50، قبل 50 اهو، امشي بسهم او بخط من التي سوري من الحاف سي ماكس لان هي مثلا 50 لغايه اما اقطع الكيرف بتاعي. الجزء اللي انا قطعت فيه الكيرف بتاعي انزل اشوف ايه اللي قبله من الوقت، يبقى دي اسمها تي هاف، ودي طريقه تي هاف. اهميه التي هاف لا تخفى على حضراتكم، بحدد بيها الجرعات قد ايه، كل قد ايه، بحدد بيها الديوريشن اوف اكشن، امتى كميه الدواء بتاعتي اللي موجوده في الجسم البني ادم هتوصل للنص. هتوصل للنص، يعني هوصل للنص يعني هي كده اللي خارج اكتر من اللي داخل. هي عموما يعني من بعد السي ماكس كان هنا more drug in than out، بعد كده بيبتدي يحصل elimination، الكيرف بيبتدي ينزل more drug out than in. تحديدا في التي هاف الريد بيبقى كتير وبيحصل elimination اكتر او اسرع الدواء من الجسم، فبالتالي وجب ان انا ادي البيشن بتاع الجرعه اللي بعد كده، الجرعه الاضافيه. اوكي؟ طيب نرجع للسلايد اللي فات لان كان فيها question.
انا افتح الشات دلوقتي مش عايز اسئله ريليفنت معلش من فضلكم خلوا في نهايه المحاضره خلاص هي فاضل تقريبا 2 سلايدز او 3 سلايدز انا بس هفتح الشات علشان استقبل اجاباتكم على الكويشن ده فقط لا غير فانا اوكي الكويشن هنا بيقول لي حساب البايو افيلابيلتي ميتوبرولول از ا دراج ذات وركس اون ذا هارت الميتوبرولول ده تبع الادويه مجموعه الادويه اسمها بيتا بلوكرز ان شاء الله تاخدوها في السي في اس باذن الله مجموعه مهمه جدا جدا من الادويه ايه مين اللي 100 ده خلاص ما شاء الله حسبتها بسرعه طب معلش لحظات استنوني بس لحظات ميتوبرولول از ا دراج ذات وركس اون ذا هارت قلنا ده تبع البيتا بلوكر بيصنف في ضغط الدم وبيصنف في الهارت فيلير وحاجات كثيره ان شاء الله هتكلمكم عنها دكتوره بالظبط والتفصيل في السي في اس The oral bioavailability is about 50%. معنى ايه الكلمه دي؟ عايزكم بقى تردوا على المعنى ده، يعني ايه لما انا بقول لك ان الدواء بتاعك ليه bioavailability 50%؟ طيب سؤال If the standard IV dose is 50 milligram, what should the oral dose be؟ جاوبوني السؤال الاول على السؤال اللي فات يعني ايه انا لما بقول لحضرتك ان الدواء الفلاني اللي هو الميتوبرولول او الليسكس الفيوريسمايد يعني نص الجرعه بس بتوصل سكريشن ممتازه يا دكتوره زمزم اوكي كده صح جدا يعني كميه الدواء اللي انا بديها للبيشنت فقط نصها اللي بيوصل للسيركيليشن وهو ده نصها اللي بيديني الاكشن بتاعي كويس جدا تمام ممتاز السؤال هنا if the standard IV dose لو كانت الجرعه الستاندرد اللي بتتاخد عن طريق الانترافينوس روت كانت هي 50 مللي جرام يعني بتتاخد بجرعه 50 مللي جرام عايز يسالك او عايز تخليك تحسب الجرعه اللي بتتاخد عن طريق الفم what should the oral dose be الكلام ده احنا ممكن نحسبه لو كان في مثلا مريض في المستشفى موجود عندي ودكتوره رو حضرتك وقعت في نفس الخطا اللي انا لسه هتكلم عليه. اوكي طيب كملوا مفيش مشكله كملوا الاجابات. الهدف من القصه اللي زي كده ان انا عايز اشفت البيشن بتاعي على حاجه اتاخد عن طريق الفم لان هو كان محجوز عندي في المستشفى وعايز اخرجه. انا في المستشفى ممكن اديله دواء اي في بس لما بيجي يخرج من المستشفى لا انا يعني علشان خاطر كل الانكونفينينس للاي في البور هايجين اللي ممكن تبقى موجوده عنده علشان خاطر صعوبه الاي في ادمنستريشن انا محتاج ان انا شفته على حاجه تتاخد عن طريق الفم. فعايز احسب الجرعه بتاعت الدواء بتاعي ده اللي انا عرفت البايو افيلابيلتي بتاعته 50%. طيب كلكم جاوبتوا تقريبا صح باستثناء حد او اثنين او ثلاثه او 17 تقريبا. عايز اعرف الطريقه اللي انتوا حسبتوا بيها. لان الطريقه دي بتفرق بصراحه. دبل دي اي في دوز تمام يا دكتوره مروه تمام اوكي. دي الطريقه المنطقيه بس الطريقه الحسابيه تبقى ازاي؟ هي لان هي لو كانت مش 50 كانت حاجات تاني هضطر ان انا احسب بحسابات بمعادلات انا عايز اعرف انتوا حسبتوها ازاي تمام دكتور ايه اوكي الاجابه حاضر انا هحسب دلوقتي حاضر الاجابه اوكي حاضر بس لحظه واحده لان القلم عندي مهنج معلش ثانيه واحده طيب لغايه ما القلم اشتغل هحاول احسب لكم الطريقه الخاصه اللي في بعض حاضر اوكي طيب اوكي اشرح طيب الجزء كله بتاع الفاليبيليتي اوكي طب اخلص معلش الجزء الصغير ده عشان القلم يرضى يحن علينا ويكتب الجزء بتاع البايو افيلابيلتي اللي هو موجود في الصوره كده على اليمين القانون اللي موجود فوق ده اي يو سي اورال على اي يو سي اي في في 100% لو انا عايز اجيب النسبه المئويه بتاعتها بقسم على الاي يو سي اي في لان افترضت ان الاي يو سي اي في عباره عن 100% فانا بتكلم على نفس الدواء لو اتاخد نفس الدواء ده هو زي المساله بالظبط الميتوبرولول كان بيتاخد عن طريق الاي في وانا محتاج ان انا شفته للاورال فلو هو اتاخد عن طريق الاي في 100% من كل الدراج هيوصل للبلاد سيركيليشن وده المقصود بتعريف البايو افيلابيلتي كميه الدواء المتاحه ان هي تعمل الاكشن اللي وصلت للسيركيليشن اوكي الكلام ده مش متوفر غير في الاي في لان انا بحقن مباشره في الدم الدم بين قوسين اللي هو ده سلسله السيركيليشن اللي انا عايز اوصل لها اوكي طيب اما الدواء ده نفسه هو نفس بيتاخد عن طريق الفم زي برضو الكيس بتاعتها اللي هي الميتوبرولول لو اتاخد عن طريق الفم هياخد على اكتر من فاكتور السبعه اللي احنا اتكلمنا عنهم وفي اكتر طبعا منهم دي حاجات العامه يعني هيخضع للبي اتش بتاع المعده هيخضع للاكل فيه موجود اكل ولا لا هيخضع للبي كي اي بتاعت الدواء نفسه دي تقابل البي اتش بتاعت المعده او بتاعت الميديوم
هيخضع للانزيمز او البروتيوليتيك انزيمز الموجوده في المعده، هيخضع للي بيحصل له في الانتستين، بعد بيحصل له في الليفر اللي هو الفيرست باس ميتابوليزم. كل الكلام ده بيقلل الكميه اللي اخيرا بتوصل الدم. الكميه اللي بعد البهدله دي كلها وصلت في الدم هي بايو افيلابيلتي، او الرقم اللي بيطلع ده هو ده البايو افيلابيلتي. اوكي، هنا في الميتابولو لما حسبنا البايو افيلابيلتي دي اتضحت ان هي 50%. معنى كده ان البيشن بتاعي لو اخذ 100 ملي جرام من الميتابولول اللي هيوصل له عن طريق الفم، اللي هيوصل له فقط للدم هو 50 ملي جرام. الجزئيه دي مفهومه؟ ده تعريف البايو افيلابيلتي على المثال بتاعنا اللي احنا نشرع عليه، اللي احنا نتكلم عليه. ف 50%. اوكي طب حاضر، نقول حالا المساله. فالناس اللي خدناها في الصيدليات بالظبط يا دكتور صار، الناس اللي في حساب المساله ده، المساله دي الناس اللي حسبتها بالمنطق ما حسبتش اي حاجه، بس الناس اللي استخدمت القوانين وغلطت. احب اقول لك ان القانون الاول ده هو اللي استخدم يعني الماضي مبني للمجهول، فهو ده اللي خلى الناس غلطت. ان هم عملوا ايه؟ حسبوا ان البايو افيلابيلتي 100 حطوها هنا 50% تساوي اي يو سي اول على الاي يو سي اي في. حسبوها ازاي؟ الاي يو سي اي في قال لك ان الستاندرد اي في دوز طلعت 50، فحط لك ال 50 هنا. ما تنساش ان البايو 50%، يعني لو انا جيت اعوضها بالارقام هتبقى 5 من 10 او 50 من 100، احط قبلها علامه 20 0. فعلشان تحسب الاي يو سي بتاعت الاور راح ضارب ال 50 نص، طلعت ب 25. دي الناس اللي حسبتها هي 25. طيب انا عشان احسبها صح محتاج ان انا اعمل ايه؟ حاضر يا دكتور انا خد. حاضر معلش، طب اخلصها وارجع اعيد تاني. حاضر. انا بقى المفروض ان انا بحسبها بحاجه تاني، الماس انا اعبر عنها بالام مثلا، اللي هي موجوده او الكونسنتريشن. خلينا نتكلم بس كلام مفهوم الاول بعد كده نكتب القانون. الكونسنتريشن الموجوده في البلازما تساوي، بس انا هعوض عنها بالماس وهقول لكم انا ليه عوضت عنها بالماس دلوقتي. يعني الماس او الكونسنتريشن الموجود في البلازما تساوي قانون، يعني ده انا مش جايبه من عندي، ده قانون في الفيزيكس يعني اظن اخذنا فيزيكس، ما اعتقدش ان كان في حد فينا ادبي. تساوي الماس اللي هي توتال ماس، نعتبر ان دي ام بي مثلا اللي هي في البلازما، ونعتبر تساوي الماس الموجوده في التوتو اللي هي كل الجرعه بتاعت الدواء اللي البيشنت اخذها، دي اللي هي توتو ماس. توتو ماس اوف دراج مطلوبه في البايو افيلابيلتي. يعني ايه البايو افيلابيلتي؟ اللي هي the fraction of drug that reaches the systemic circulation unchanged. كميه الدواء او تركيز الدواء اللي وصل للدم بدون تكسير. اقدر احسب الحسبه بتاعتي صح. ليه انا عوضت بالماس عوضا عن الكونسنتريشن بقانون برضه كان مشهور جدا في الفيزيكس، سي اللي هي الكونسنتريشن تساوي ام يعني ماس اوفر بي يعني فوليوم. تمام؟ السي هي كونسنتريشن، حتى احنا لما نيجي بنعوض يبقى الكونسنتريشن بتاع بيقول لك 5 مللي جرام على 5 مللي جرام بير مللي لتر، يعني مللي جرام على الماس، والمللي لتر تعبر عن الفوليوم. اوكي؟ فالسي يعني كونسنتريشن تساوي ام اوفر في. فانا هنا بثبت الفوليوم على اساس ان ده نفس البيشنت، ده نفس المريض بتاعي اللي كان بياخد الدواء عن طريق الاي في، وانا محتاج ان انا اخلي الدواء ده يتاخد عن طريق الفم. فبالتالي انا بثبت الفي، يبقى كده بعوض عن السي بالام. يعني هنا سي تساوي الام. اوكي، فالماس اوف بج اللي بيوصل للدم هو ده بالظبط اللي انا بعتبره كونسنتريشن. فبعوض الماس اوف بلازما ايكوالز توتال ماس اوف دراج مضروبه في البايو افيلابيلتي. تحسبها بقى بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. هتحسبها ازاي؟ انا كنت عايز احسب ايه اساسا؟ انا كنت عايز احسب ايه؟ كنت عايز احسب توتال ماس. التوتال ماس اللي هي الجرعه اللي انا محتاج احطها للبيشنت، الجرعه اللي انا محتاج البيشنت بتاعي ياخدها علشان يوصل لنفس تركيز الدواء اللي كان بيوصله من الاي في. شايف هنا لما بين قوسين ايه اللي مكتوب لك؟ assume our goal
is to reach the same plasma drug concentration. فانا محتاج اوصل الدراج كونسنتريشن اللي كان موجود في البلازما. احسبها ازاي؟ بكل بساطه اقسم الاثنين على بعض. طيب نعوض البايوفيرميلتي كانت بقد ايه؟ كانت ب 50% يعني نص اتفقنا او 50%. نص او 50%. والام او الماس الموجوده في البلازما برضو كان مديها لك هنا 50 مللي 50 مللي جرام. فنحط هنا 50. مسألة رياضية بسيطة جدا، الـ MTD أحسبها إزاي؟ أقسم الاثنين على بعض، أقسم الـ 50 على النص، 50 بكام؟ تساوي 100. فكرة الحساب بالرقم. أوكي؟ واضحة لكل الناس؟ في حد مش فاهم الجزئية دي؟ أو مش فاهم إحنا إزاي حسبناها؟ خلاص عرفنا برضه إزاي نحسب الـ Cmax وإزاي نحسب الـ T-hub وبالتالي هنحسب الدوزج انترفال او امتى ندي الدواء بتاعنا تاني. طيب اخيرا فاكتورز انفلونسنج اور باي افيلابيلتي. الفاكتورز اللي بتاثر على الباي افيلابيلتي اضف اليها كل الفاكتورز اللي فاتت اللي هم الساعه اللي احنا اتكلمنا عنهم بشكل عام اللي بيأثروا على امتصاص الدواء، لان امتصاص الدواء ده بكل بساطه ترجمته الحرفيه هي الدواء اللي بيمتص ان تشينجد يعني مش بيتكسر او نسبه الدواء اللي بيمتص ان تشينجد توصل للسيستمك سيركيوليشن، فهي طبعا الابسوربشن تبع الامتصاص. واحد اني روت اذر ذان اي 100% امتصاص. اي روت ثاني يبقى انكمبليت ابسوربشن اوف دراج. ديستركشن اوف دراج ان جي اي تي، الجي اي تي بتكسر الدواء. الانزيمز الموجوده في الجي اي تي في الاستومك، الانزيمز اللي موجوده في الانتست باس افيك او فيرست باس ميتابوليزم زي ما اتكلمنا عليه مرارا وتكرارا، اللي بيحصل في الانتستنز وبيحصل في الليفر ده برضو كمان بيأثر على كميه الدواء اللي بتمتص. ديستريبيوشن اوف دراج تو اذر تيشوز، اتكلمنا على الديستريبيوشن واتكلمنا في بالظبط تي هاب بتصنع في ايه بالظبط كده يا دكتور مصطفى؟ اوكي هي فعلا سبب الجرعات. اوكي ال distribution of drug to other tissues اتكلمنا نرجع كده لاول سلايد او ثالث سلايد تقريبا في الفارماكوكينيتكس كنت راسم لك سهم رايح جاي. السهم اللي رايح جاي ده كان رايح منين وراجع فين؟ كان رايح من السايت اوف ادمنستريشن الى السيستمك سيركيوليشن. I'm sorry كان من السيستمك سيركيوليشن من الدم لل اوكي يعني التيشوز نفسها بتاخد كميه من الدواء. الكميه دي مش محسوبه نهائيا. اوكي ده البايو افيلابيلتي الحاجات اللي بتاثر عليها. طيب هنا برضو مراجعه على الكلام ده برضو احنا قلناه المفروض ان دي اسهل بس هي بس يعني ايه بوظت شويه. دي اسهل يا جماعه. يعني ايه اللي بيحصل في الفيرست بس ميتابوليزم بعد الاورال ادمنستريشن؟ افتر اورال ادمنستريشن الكلام ده لا ينطبق على الاي في. ابسوربشن فروم جي اي تي بعد ما يحصل ابسوربشن بتعدي على البورتال سيركيليشن. البورتال سيركيليشن ده الوريد اللي بيغذي الكبد او الوريد اللي بيعمل درينج لكل المنطقه اللي فيها المعده والامعاء ويودي الدم ده للكبد. طيب هيروح الكبد ايه اللي هيحصل؟ احنا عرفنا ان الكبد ده the main site of metabolism or the main site of biotransformation. هيحصل له biotransformation metabolism يبقى هو الجزء اللي اتكسر هيفقد بالتالي systemic circulation هيقل فيها تركيز الدواء اللي وصل لها. ليه قل؟ لان هو يعني عدى على اكثر من حاجه. في الابسوربشن فروم جي اي تي طلع شويه، في الانتستين طلع منه شويه، وصل فقد منه شويه بمعنى اصح يعني مش فقد منه شويه في التكسير وفي الميتابوليزم في كل الكلام ده. ففي النهايه الكميه اللي توصل للسيستمك سيركيوليشن بتبقى قليله. دي رسمه برضو للتوضيح اكتر فيرست باس افكت او فيرست باس ميتابوليزم ويمكن ده الاسم الاقوى شويه لان في ناس ثانيه بتسميها الفيرست باس هيباتيك ميتابوليزم. فلما انت تقول هيباتيك ميتابوليزم انت كده بتلغي تاثير بتاع الابسوربشن اللي بيضيع فيه جزء من الكليه من سوري من الدواء وبتلغي الافكت بتاعه الانتستاينال انزيمز اللي برضه بتكسر. فنلاحظ هنا ان الدراج المعنى الاشمل اللي هو الفيرست باس افكت اللي بيشمل كل التكسير اللي بيحصل لغايه لما الدواء يبقى بايو افيلابل لغايه لما الدواء يوصل للبلاد سيركيليشن. الدراج بيدخل المفروض ان هو في السايت بتاعته داخل المعده مثلا
علشان يمتص عشان يحصل له ابسوربشن تفقد منه الكميه بيحصل لها ميتابوليزم عن طريق السب السيتوكرومز الانزيمز الموجوده في المعده او البروتيوليتكس دي بتخلي جزء من الدواء ده يفقد. البيتا جلايكوف بتخلي الدواء تجيبه من بره لجوه فبتخلي الاعشاب ما يحصلش. بعد الكلام ده كله خرج وراح للبورتال فين اللي هو ده علشان يعدي على الكبد. راح للكبد قابل اكبر كميه من السيتوكرومز موجوده فيه. السيتوكرومز دي اللي هي بتعمل تكسير واللي هي بتعمل ميتابوليزم او بتعمل بايو ترانسفورميشن. ففقدت كمان ميتابوليزم او فقدت ميتابولايتس من الدواء فاصبحت الكميه النهائيه اللي وصلت الدم كميه قليله. اوكي ده المقصود بالسورس بلس ميتابوليزم. ثانك يو. انا كده خلصت. حد بقى كان عنده استفسارات في الحاجات اللي فاتت سواء في الباي افيلابيلتي او اي حاجه ثاني؟ احنا ليه ثبتنا الحجم؟ كويس يا دكتور معلش انا ما خدتش بالي والله منه دلوقتي. مين اللي سال السؤال؟ طيب احنا ليه ثبتنا الحجم في اللي هي كانت سي تساوي في على تساوي ام على في؟ الكونسنتريشن تساوي الماس على الفوليوم. احنا ثبتنا الفوليوم ده لان انا بتكلم على نفس البيشنت. نفس الشخص نفس المريض. ايوه بالظبط يا دكتور احمد نفس المريض. المريض ده نفسه كان بياخد الحاجه دي اي في بعدين لما رجع البيت كان محتاج ان ياخدها عن طريق الفم. فنفس الشخص ده هو يحمل نفس كميه البلاد او نفس البلاد فوليوم. عشان كده احنا ثبتنا دي. اوكي ودي مين باي كان بي تايتريتد كان بي تايتريتد على فكره والله انا اسف عشان الشات بس سريع فانا اللي بلحقه وبجاوب عليه انا اسف يعني. اللي كان بي تايتريتد اللي هو انا بقدر ازود الجرعات بتاعتي بشكل مناسب علشان اوصل للديزايربل ايفكت اللي انا عايزه. تايتريشن يعني بزود الجرعه. تابرنج هتشوف انت المصطلحين دول عكس بعض. التايتريشن لما انا باجي ازود الجرعه واحده واحده ما ابداش بالجرعه كلها مره واحده لا انا محتاج ان انا اديها الجرعه صغيره الاول ازيد بالجرعه دي مع البيشن بتاعي علشان هو يتعود علشان لو كان في سايد افكت بيحصل انا بتلافاه علشان اعمل ديسنسيتايزيشن للجسم. في اسباب كتير قوي لموضوع التايتريشن ده. دي التايتريشن. التابرنج اللي هي عكسها اللي هي بقلل الجرعه او بسحبها واحده واحده. على سبيل المثال الادويه اللي بتعمل لبيمبلز زي الاوبيويدز او اي دواء البني ادم ممكن يتعود عليه او يدمنه بمعنى اخر اشيله واحده واحده اسمها تابرنج عكس التايتريشن. المعادله اللي حصل عليها هي الاورال حاضر الاي يو سي حاضر. طيب هرجع تاني للسلايدز دي. العفو يا دكتور معلش والله انا عارف ان مشكله الموبايل كانت في الصوره النهارده بس احنا اتاخرنا تقريبا لغايه الساعه 11 ل 10 والمشكله ما اتحلتش فانا كنت مضطر ان انا ابدا. انا اسف والله يعني الموضوع ما كانش بايدي. دي تحسبها حسبت دكتور عبد الرحمن رسمت خط مستقيم اي دي بتاع الاي سي. انا طيب هعيد وازيد تاني بقول يا جماعه انتوا الرسمه اللي انا رسمتها انا رسمت الخط المستقيم فقط علشان اقول لك ازاي انت بتحسب الارقام. لكن الموضوع مش بالبساطه دي، الموضوع مش بالسهوله دي. انا رسمت خط مستقيم علشان يطلع لي الناتج في النهايه عباره عن ريكتانجلر فورم. شكل مستطيل. الشكل المستطيل ده علشان انا اجيب المساحه بتاعته اللي هنا مساحه المستطيل قد ايه؟ اضرب الطول في العرض. اوكي؟ الطول في العرض هتديني ببساطه مساحه المستطيل اللي انا عايزه، علشان كده انا رسمت الرسمه دي. رسمت خط مستقيم وانا قلت وانا برسمها ان ده مش بيحصل في الواقع. وقلت وانا برسمها اسوم that there is no elimination happens. يعني انت افترض ان مفيش elimination بيحصل بس عشان تسهيلا. اوكي عشان تسهيلا بس ازاي حسبنا الباي افيلابيلتي تاني؟ ما تستخدمش ابدا القانون اللي فوق ده اللي هو بيقول لك الباي افيلابيلتي ايكوالز اي يو سي اول على الاي يو سي اي في 100%. لا ده علشان تحسب انت الباي افيلابيلتي بتاعتك. اما علشان تحسب الجرعه اللي انت محتاج تديها للبيشنت بتاعك علشان يطلع الكميه اللي انت عايزها او علشان تطلع الكونسنتريشن البلازما اللي انت محتاجه بيقول لك في السؤال تعتمد على الفورم اللي موجوده تحت دي. الماس اللي موجوده في البلازما او الكونسنتريشن دراج الموجود في البلازما ايكوالز التوتال ماس يعني التوتال دوز اوف دراج ودي اللي انا محتاج احسبها توتال دوز اوف دراج نيدد مضروبه في البايو افيلابيلتي. انا عندي بالفعل هو جايب لي البايو افيلابيلتي بتاعته 50% 50% حول الارقام يعني 5 من 10. الكونسنتريشن اوف بلازما اللي هو محتاجه كان 50 مللي جرام. اوكي؟ ليه؟ انا ازاي حسبت دي؟ هو قال لك ان ستاندرد اي في دوز 50 مللي جرام، دي الجرعه. انت ازاي بتقول لي دي الماس؟ ما انا قلت لك ان البايو افيلابيلتي بتاعت الاي في 100%، معنى كده ان الجرعه اللي هياخدها كلها
هتبقى بايو افيلابل. اوكي؟ فبالتالي عشان اجيب الام تي اللي هي التوتال دوز دي هقسم الاثنين على بعض، هقسم 50 على النص هتطلع في الاخر ب 100. اوكي؟ تمام. الدكتور اللي كان بيسال على الجزئيه دي، المحاضرات مسجله؟ ايوه ان شاء الله باذن الله هتبقى مسجله ان شاء الله رب العالمين. دكتور مصطفى، الباي ترانسفورميشن ولا الباي ترانسفورميشن؟ طيب دكتور علا، فايده القانون اللي فيه ان انا بحسب بيه الباي افيلابيلتي، وده عكس طيب الباي افيلابيلتي اللي احنا قلنا كميه الدواء اللي في الاخر بتوصل للدم وبتدي الافكت. بس انا كنتش هنا ما كنتش عايز احسب الباي افيلابيلتي، لان هو اوريدي كان جايبها لي في السؤال ان هي 50%. انا كنت عايز احسب الكميه اللي هو هياخدها، الجرعه اللي هو البيشنت بتاعي هياخدها علشان توصل ل 100% ل 5% الباي افيلابيلتي. الترانسفورميشن، طيب يا دكتور محمد، الباي ترانسفورميشن فليت اكتويشن عكس التابنج. حاضر ان شاء الله هفتكر ان انا اقولها. الترانسفورميشن يا دكتور محمد، الباي ترانسفورميشن او الميتابوليزم اللي بيحصل، الهدف الرئيسي منه ان احنا نحول ان شاء الله دكتور عبد الله ان شاء الله، ان احنا نحول الدواء لحاجه مور ووتر سيلبل، حاجه بتدوب اكتر في الميه. ليه؟ لان انا عايز اخرجها. المين سايت اوف اكسكريشن زي ما قلنا اللي هو الكليه. الكليه دي بتحب الحاجات اللي بتدوب في الميه، فعلشان الدواء بتاعي يخرج عن طريق الكليه لازم هو كمان يبقى دايب في الميه. اوكي؟ الباي ترانسفورميشن او الاليمينيشن ما اتكلمناش خالص عنها النهارده، بس دي كده هنت عشان تبقى عارف يعني ايه باي ترانسفورميشن او يعني ايه اليمينيشن. مكانها بيحصل فين؟ بيحصل في الكبد باكثر من فيز، فيز 1 اند فيز 2 اند سو اون. الفيز 1 عاده بتبقى حاجه اسمها اوكسيديشن. يعني انا بجيب المولكيول بتاعي واحط له هيدروكسيد جروب، الهيدروكسيد جروب دي بتخلي مور بولر يعني بيدوب في الميه اكتر. بعد كده الفيز 2 ان انا بشيل هيدروكسيد جروب دي واحط مكانها ميوكرونيك جروب مثلا، بتخلي ذوبانه في الميه اكتر واكتر. فلما بيدوب في الميه اكتر واكتر بيخرج بسهوله عن طريق الكليه. ان شاء الله الكلام ده هنتكلم عنه في المحاضره الجايه ان شاء الله يا دكتور محمد. احنا لسه ما اتفقناش في موضوع الدايت ترانسفورميشن او الميتابوليزم يا دكتور محمد. كان في حد هنا بيسال على الكابرنج وبالظبط كده. اوكي، الكابرنج و وكان ايه والتايتريشن. التايتريشن عكس كلمه تابرنج. تابرنج جاي من كلمه تاب يعني حنفيه، او تيب يعني حنفيه، او شريط لصق او حنفيه. حنفيه دي ان انا بقفل حنفيه واحده واحده. لما اجي اشيل دواء من جسم بني ادم وقلت لك ان انا عايز اعمل له تابرنج، يعني انا بقفل الحنفيه بتاعته واحده واحده، يعني انا بشيله من الجسم واحده واحده. ليه؟ لانه يعني لو كان متعود عليه بياخد جرعه معينه وانا جيت حرمته منه مره واحده زي الاوبيويدز مثلا، يحصل له منه حاجه اسمها اعراض انسحاب with dual symptoms. فانا مش عايز الكلام ده يحصل. ازاي ان انا اقلل الاكسبوجر اوف ذا بودي تو ذا دراج، اقلل كميه الدواء اللي بيتعرض لها الجسم من الدواء ده واحده واحده، خلاص اتسحب كده. التايتريشن عكس الكلام ده. يعني ايه عكس الكلام ده؟ انا لسه بقى بدي البيشنت بتاعي دواء في بدايه ما هو محتاج ياخد الجرعه بتاعتي، بعمل له تايتريشن. على سبيل المثال يعني اللي جاي في دماغي دلوقتي الميتفورمين. الميتفورمين اللي بيستخدم في علاج التايب 2 دايابيتس ميليتس. الناس اللي تبدا لسه علاج بالميتفورمين، لو انا قلت لك ان الجرعه بتاعته تبقى مثلا في البدايه 500 مللي جرام ثلاث مرات، انا مش ببدا ابدا 500 ثلاث مرات في البدايه، ببدا الاول 500 مره واحده، بعدين استنى بخليها ازودها لمرتين، بعدين اوصل لثلاث مرات. الهدف من ده ان انا عارف ان الميتفورمين بيعمل جي اي تي ديسكونفورت، بيعمل لي مشاكل في المعده، بيعمل لي الام في المعده، بيعمل لي غثيان احيانا، ممكن يعمل لي نوجيا اند فومتنج. فانا علشان اتلافى الجزئيه دي ان انا اخلي الجرعه بتاعتي تطلع واحده واحده، دي اسمها تايتريشن. اوكي، او برضو على سبيل المثال ادويه الايس انهبيتورز كابتوبرين، لما اجي احطها بتايتريشن علشان خاطر ما اذيش الكليه. يعني ده مش مجال ان انا استفيد. التابرنج اسمه تابرنج؟ لا، ده اسمه تايتريشن، ان انا ازود الجرعه واحده واحده، اسمه تايتريشن. ان انا اقلل الجرعه واحده واحده او اسحبها واحده واحده اسمها تابرنج. انتوا عارفين يعني ايه بي جي بي؟ يعني بيتا جلايكوبروتين. بيتا جلايكوبروتين دي حاجه كده حاجه بتعكس لك الابسوربشن، بمعنى اصح حاجه بتمتص الدواء او يعني بتخلي الدواء يجي ناحيتها وتخرجه تاني بعد ما كان حصل ابسوربشن. لا دي يعني غلاسه، يعني بتغلس على الدواء بتاعك، بتخرجه تاني بره السل، بره الخليه.
فبتعكس الابسوربشن. فالبي جي بي دي اينما وجدت في الاماكن اللي بتوجد فيها بيقل فيها الابسوربشن يا دكتور محمد. اه بالظبط، ادخل اللاج على مراحل بالظبط كده وهرجع على مراحل، يعني تابويشن اند تابوينج ده المقصود بيهم هما الاثنين. في حد سال سؤال وانا ما لحقتوش او انا ما شفتوش؟ الاي يو سي يا دكتوره تغريد، حاضر. الاي يو سي اللي احنا قلناه يعني ايه؟ الاريا اندر ذا كيرف. الاريا اندر ذا كيرف ايوه. طب اوكي حاضر. خلاص الاي يو سي معنى كده ده كميه الدواء اللي هو ان تشينج اللي وصل للسيركيليشن. احسبه ازاي؟ انا قلت ثيوريتيكلي نظريا انا رسمت لك الرسمه دي، عملت لك اكس اكسس، عملت لك واي اكسس، قلت لك ان هو على الاكس انا حطيت الكونسنتريشن اوف دراج، على الواي انا حطيت التايم فور ذيس كونسنتريشن او ريليفنت تو ذيس كونسنتريشن. فلما انا اجي احسب الكونسنتريشن انا باجي دلوقتي كل شويه يا دكتوره تغريد كنت بسحب عينه من الدم، يعني مثلا انا لو حسبت التايم ده بالساعات بعد كده هنا واحد هنا اثنين ثلاثه اربعه، مقصود بيها بعد ساعه بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات بعد اربع ساعات. ف العفو يا دكتوره فلو قلت مثلا اللي بعد واحد انا اديت الدواء ده عن طريق الاي في اوكي، فاول ما يبدا هيبدا في الماكسيمم كونسنتريشن لانه مش محتاج يحصل له امتصاص. فانا حطيت نقطه هنا او اكس قدام واحد، قدام اثنين حطيت نفس الاكس. ليه انا بحط نفس الاكس ثلاثه اربعه خمسه؟ انا قلت ان انا بعمل افتراض ان مفيش اليمينيشن، يعني الدواء ده مش بيتكسر ولا بيوصل من الجسم. سامحوني على الافتراض ده فقط علشان اوضح ازاي بنحسبها. اوكي؟ طيب لما انا عملت افتراض كده حطيت كل النقاط بتاعتي، طيب علشان برضو يعني ايه لو انا عايز احسبها فعلا، فتلاقي الخط ماشي كده، بعد ساعتين بينقص عن بعد ساعه، بعد ثلاث ساعات بينقص اكتر، بعد اربع ساعات بينقص اكتر، فتلاقي الخط اللي هو الحقيقي اللي احنا رسمناه في الاول. تمام؟ علشان الخط ده صعب شويه في حساب المساحه بتاعته، ده خط ريجولر او الفورم اللي طلع منه ده شكل غير مستقيم. انا مش فاكر بصراحه طريقه الحساب مساحه الشكل غير مستقيم في الهندسه، يعني انا بطلت هندسه من اعداديه تقريبا، فعشان كده كان صعب. انا قلت ان انا الحاجه اللي انا رسمتها او افترضتها هتطلع لي خط مستقيم، بالتالي لو انا عايز احسب الاي يو سي اللي هي الاريا اندر ذا كيرف اللي انا بظللها دلوقتي حاليا هتطلع مساحتها مساحه مستطيل بعد اربع ساعات على سبيل المثال. فنحسبها ازاي؟ لو كانت الفي اللي هي كونسنتريشن وصلت ل 100 زي المثال اللي احنا قلناه، فببساطه اضرب ال 100 دي اللي هي كونسنتريشن في التايم اللي قدامها اللي هو 4 يعني ربع ميه، يعني الاريا اندر ذا كيرف طلعت ربع ميه. دي طريقه حساب الاي يو سي. زي ما قلنا ده كان اسامبشن، وبرضه باكد تاني عشان بس ما حدش يقول انت بتعمل ايه، ده كان اسامبشن علشان اقول لك بس مساحه السطح مساحه المستطيل تساوي كذا. اوكي. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ عفوا يا فندم واياكم يا رب. عفوا يا دكتور علي. البي جي بي يعني بيتا جلايكوبروتين، وقلنا ان البيتا جلايكوبروتين حاجات غير ثابته بتعكس الابسوربشن. يعني هو كان الدواء بتاعه الدواء بتاعي اللي اديته للبيشنت حصل له ابسوربشن ودخل الخليه، فيجي البيتا جلايكوبروتين دي تروح سحباها مره ثانيه وتطلعها بره الخليه، هي دي وظيفتها في الحياه، غلاسه وخلاص. البنسلين موجود في الاورال فورم في الصيدليه اوكي حلو جدا، بس انا كنت بتكلم خصوصا الدكتور اللي سال على الجزئيه دي، ده كويس خلاص انا حضرتك ملاحظ. اللي انا كنت بتكلم عليه يا فندم هو البنزايل بنسلين، البنزايل بنسلين تحديدا. هو في اكثر من نوع من البنسلين عموما، البنزايل بنسلين ده لا يمتص ابدا عن طريق المعده، فبالتالي استحاله تلاقي منه حاجه اورال في الصيدليه. هتلاقي في جوجزا سلن جوجزا سلن الامبي سلن مع السوبكتام حاجات اللي زي دي كلها، كل الكونجوجيشنز اللي بيحصل ده الهدف بتاعه ان انا اقلل البروتيوليتيك انزيمز واخليه مور ستيبل في الجي اي تي، عشان كده الحاجات دي ممكن ناخدها عن طريق الفم. يلا صباح الخير، السلام عليكم.